السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ أتمنى تكونوا جميعا في أفضل حال إن شاء الله. هنبدأ مع بعضينا النهارده البايو كيمستري. والبايو كيمستري هو برانش عامل عقدة لكتير جدا من الدكاترة عموما والطلبة، وعامل عقدة في اليو اس ام ليه. وأنا وجهة نظري إن إحنا هنتعب نفسنا شوية بس، وده هيريحنا بعد كده كتير. هنتعب نفسنا ان احنا نحط شويه بيزك كده هتريحنا قدام. كتير من الطلبه ما بيحبوش يرجعوا للبيزك دي، وبيحسوا انها تضيع وقت وتايم كونسيومنج، لكن انا هضيع فيها محاضرتين، المحاضره دي ومحاضره يوم الاحد. انا بحط بيزك وارد لا تقراها اصلا في الفيرست ايد. هتلاقيها في كابلان كيو بانك، موجوده في كابلان كيو بانك، وتركو الناس اللي سمعت تركو طبعا اتكلم على شويه حاجات منها، لكن مش هتلاقيها في الفيرست ايد مطلقا خالص. فمعلش ما تستعجلش اي حاجه وما تستعجلش المعلومه. كوبايه الشاي جنبك، العصير بتاعك، وهنطلع سلمه سلمه. فبالله عليك ما تستعجلني ولا تسال سؤال لسه ما جاش ميعاده. احنا بنطلع مع بعض سلمه سلمه بنبنيها. الحصه بس النهارده عشان مفتوحه للناس كلها من بره، فانا عامل ميوت اول، فالتواصل معايا هيبقى من خلال الشات. تمام؟ أي حد يعوز أي حاجة يكتب لي على الشات وأنا معاكم إن شاء الله. يلا نتوكل على الله ونستعين كده بالله، وإن شاء الله نبدأ برانش جديد بحماسة جديدة كده. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز بقى معايا. وما تستعجلش خالص. إيه طب فين الكلام اللي في الفيرست إيه؟ طب فين الأسئلة اللي بتتسأل؟ لسه لسه خالص. يلا. كما أن الوحدة الجزيئية للبروتين هي الأمينو أسيد، والوحدة الجزيئية للليبيد هي الجليسرول والفاتي أسيد، والوحدة الجزيئية للكربوهيدرات هي المونوساكرايد. فإن الوحدة الجزيئية اللي هنصنع منها النيوكليك أسيد، سواء كان دي إن إيه او ار ان ايه، الوحده بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها نيوكليوتايد. ركز معايا، اسمها ايه؟ نيوكليوتايد. اسمها ايه؟ نيوكليوتايد بالتي. يبقى الوحده اللي بتصنع منها الدي ان ايه اسمها نيوكليوتايد بالتي. بتتكون من ايه النيوكليوتايد دي؟ بتتكون من نيوكليو زايد، نيوكليو زايد زائد فوسفيت. اللي هيبقى قاعد متكيف من محاضره النهارده الطلبه، لانهم هيحسوا بيسمعوا كلام سمعوه قبل كده. والناس اللي بتحس ايه ده البايو كيمستري اللي هندرسه، اه ده ليه علاقه باللي كنا درسناه. يبقى انا عندي الوحده الجزيئيه اللي هتكون منها الدي ان ايه او الار ان ايه اسمها نيوكليو تايد. بتتكون من جزئين، نيوكليوزايد زائد فوسفيت. يبقى النيوكليوزايد لو زودت لها فوسفيت بقت نيوكليوتايد، والنيوكليوتايد لو شلت منها فوسفيت بقت نيوكليوزايد. طب تعالى معايا بقى بص على النيوكليوزايد. مما تتكون بقى النيوكليوزايد؟ من حاجتين، نيتروجين بيز وسكر. نيتروجين بيز وسكر. سكر خماسي هنقول عليه ايه؟ بنتوز. سكر خماسي فبنتا يعني خمسه، فهنقول عليه بنتوز. يبقى انا فهمت كده الدنيا يا دكتور. النيتروجين بيز لو ضفت لها السكر الخماسي اللي هو البنتوز، الاثنين دول مع بعض هيكونوا لي حاجه اسمها نيوكليوزايد. هذه النيوكليوزايد لو ضفت عليها فوسفيت هتكون لي حاجة اسمها نيوكليوتايد، والنيوكليوتايد هي الوحدة الجزيئية الأساسية اللي بنكون منها. واعكس كذلك، النيوكليوتايد لو شلت منها فوسفيت بقت نيوكليوزايد، والنيوكليوزايد لو شلت منها السكر الخماسي بقت نيتروجين بيز. ولكن هنلاحظ حاجة في السكر الخماسي اللي احنا عارفينه،
المعتاد في السكر الخماسي اللي بيشارك هنا اسمه رايبوز. معلش تحت الرايبوز بخط ايدك كده اكتب لي السكر الخماسي بيبقى اسمه رايبوز اذا كان ار ان ايه، يبقى رايبوز في الار ان ايه. والمفاجاه هو اصلا متسمي ار ان ايه عشان كده، رايبو نيوكليك اسيد، رايبو جايه من رايبوز نيوكليك اسيد. اما في الدي ان ايه فهو هو الرايبوز بتاعنا، بس نزعنا منه اكسجينايه في الكربون رقم 2 فبقى دي دي اي يعني منزوع، على عكس دي اي، دي اي يعني 2 لكن دي اي يعني منزوع، دي اوكسي رايبوز. فهو رايبوز ولكن شايلين منه اكسجينايه. لو انا دي اوكسي رايبوز بقيت دي ان اي، والمفاجاه هو اسمه دي ان اي دي اوكسي رايبونيوكليك اسيد، دي اوكسي رايبونيوكليك اسيد. فالدي ان اي بيبقى معاه السكر اسمه دي اوكسي رايبوز، والار ان اي بيبقى معاه السكر بتاعي اسمه رايبوز. السكر ده لو ضفت له نيتروجين بيز بقت نيوكليوزايد، والنيوكليوزايد لو ضفت لها فوسفيت بقت نيوكليوتايد. طب ايه هما النيتروجين بيز؟ واحده واحده معايا هنقولهم في اللي بعدها. اديني التمام بس على الجزء ده لوحده، تمام على الجزء ده لوحده. يلا اديني التمام في الشات على الجزء ده لوحده. معلش قلت لك لا تستعجل معايا في البايو، والا عايز اقول لك معلش نص اللي قاعدين ذاكروا بايو قبل كده في اليو اس ام اي وحسيت انك بتذاكر وتنسى، احنا بنبني السلمه اللي ان شاء الله مش هتنسى بيها خالص بعد كده. يلا الله اكبر وعزة الله. تعالى بقى نتكلم عن نيتروجين بيزز دي. النيتروجين بيزز لقيناهم مجموعتين. المجموعه الاولانيه اللي هشرحها دلوقتي اسمها بايريميدين، اسمها ايه؟ بايريميدين. والمجموعة الثانية اسمها بيورين. بايريميدين وبيورين. والبايريميدين ثلاثة وذكرهم الفيرست ايد وكانت في النيمونكس قبل كده، مجمعهم في كلمة كات، سي يو تي، سايتوزين يوراسيل سايمين، سايتوزين يوراسيل وصيمين. كلام جميل يا دكتور. التلاتة دول بايريميدين. وبما ان عندي تلاتة فانا دايما في الدي ان ايه بيشارك اتنين وفي الار ان ايه بيشارك اتنين، يبقى هيبقى في واحد منهم مشترك موجود في الاتنين وهو السيتوزين. السيتوزين موجود فين؟ في الدي ان ايه والار ان ايه. يعني لو انا شفت سيتوزين دي ان ايه وار ان ايه هلاقي فيه السيتوزين. لكن اليو را 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 سيل موجود في الار ان ايه. اليو را سيل موجود في الار ان ايه. يعني لو شفت قدامي مكتوب يوراسيل فاتوقع ان اللي موجود قدامي ده ار ان ايه. والصايمين موجود في الدي ان ايه، وان كان للناس العباقره اللي قاعده معايا ليه استثناء، احيانا بيبقى موجود في التي ار ان ايه، لكن خلينا على قدنا. يبقى السيتوزين موجود في الاثنين دي ان ايه وار ان ايه. يو را 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 سيل ار ان ايه. صايمين صايمين دي ان ايه. طب تعالى يا دكتور ايه حلقه البايريميدين دي؟ واحده واحده معايا بقى. دي حلقه سداسيه زي ما حضرتك شايفها هنا اهو. اه يا دكتور صح، دي حلقه سداسيه اهي. حلقه سداسيه اهي. طب يا دكاتره هل احنا متعودين ان الحلقه السداسيه بنقول عليها بايريميدين؟ لا. احنا كنا بنقول على الحلقه السداسيه من ايام ثانوي كنا بنقول عليها ايه؟ حلقه بنزين. الست كربونات دول كنا بنقول عليهم ايه؟ حلقه بنزين.
طب ايه اللي خلى الحلقه دي يا جماعه انا عايزك تفهم وتتمزج، ما تقعدش تقول انا هحفظ كل ده، انا هقول لك ايه اللي هيتحفظ وهتحفظه وانت قاعد معايا، لكن عايزك تفهم وتتكيف كده تقول انا هفهم بايو كيمستري، هفهم بايو كيمستري. ايه اللي خلى الحلقه دي ما نقولش عليها حلقه بنزين وقلنا عليها بايريميدين؟ اهو اللي انت شايفهم دول النيتروجين دول، عشان كده يا دكتور مسمينهم نيتروجينس بيز. عشان كده مسمينهم نيتروجينس بيز، عشان بيحتوي على نيتروجين. طب يلا يا شباب، يبقى انا عندي حلقه سداسيه اهي فيها اتنين نيتروجين، ادي نيتروجين وادي نيتروجين وادي الحلقه السداسيه بتاعتي. كلام جميل. طب معلش ممكن تعلمني هرقمها ازاي؟ ليه يا دكتور؟ هتفرق معايا في حاجه؟ هتفرق معايا في نقطه واحده تحت. لما اجي ارقم حلقه كنا بنبدا بالحاجه الغريبه النيتروجين دي، فهنبدا بالنيتروجين هنا، هعمل نوعين من الترقيم وانتوا اللي تقولوا لي مين فيهم اللي صح. همشي كده 1 2 3 4 5 6 ده بالاحمر، وهعمل نوع تاني بالترقيم بالاخضر. ادي واحد اهو، بس همشي الناحيه التانيه 2 3 4 5 6. يلا كده شوف الناس فاهمه ولا لا. عشات قولوا لي الترقيم انهي الصح، الاحمر ولا الاخضر؟ انهي ترقيم هو اللي صح، الاحمر ولا الاخضر؟ الله اكبر، الاخضر. ليه الاخضر هو اللي صح؟ عشان خلى النيتروجين بتاعنا ياخد ارقام قليله. النيتروجين هنا خد رقم 1. طب ما هنا 1 وهنا 1 مش فارقه، بس بص هنا النيتروجين هنا في الاحمر خد رقم 5 وفي الاخضر خد رقم 3، وبما ان الاخضر خد رقم 3 يبقى الاحمر ما ينفعش، يبقى الترقيم الصح هو الاخضر. فبص عندي اهو 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. طب هيفيدني ده في ايه؟ بص بقى معايا، يبقى انا وانتوا اتفقنا ان الترقيم الصح هو الاخضر، 1 2 3 4 5 6. كلام جميل. طب بص بقى معايا، هاجي في حلقه البيريميدين دي وهضيف حاجات، هاجي هنا واضيف اكسجينايه، وهاجي هنا واضيف امينو جروب، يبقى هنا هضيف اكسجينايه وهنا هضيف امينو جروب. معلش حد بقى يدخل معايا بالمايك، حد يدخل معايا بالمايك، ولكن دكتور ابو سيفين معلش ادخل معايا. ايوه دكتور معايا دكتور. طب ممكن نسمي المركب ده 2 اوكسي، صح ولا لا؟ 2 اوكسي، لان انا ضفت 2 اكسجين. كمل. 4 امينو بايريميدين، 4 امينو، لاني ضفت في رقم 4. يا دكتور اللي انت بتقوله ده هلس وما جاش في اليو، لا جه، وتركوا شرحه، بس شرحه بطريقه كده بلفوا في الكلام، وهقول لك بيجيب لك شكل المركب اللي قدامك ده ويقول لك ده يوسيتوزين ولا يوراسيل ولا صيمين، بتيجي. فانا عايزك تفهمها بقى معايا، كلامك صح يا دكتور ابو سيفين، 2 اوكسي وفي رقم 4 ضفت امينو، فبقى 2 اوكسي 4 امينو بايريميدين. الله عليك يا ابو سيفين. طب معلش ممكن انا اقول لك الاسم ده هو اسم اخر؟ الاتنين اوكسي 4 امينو بايريميدين، هذا هو السيتوزين، هذا هو السيتوزين. تمام. طب اسالك سؤالي بقى يا دكتور ابو سيفين، 2 اوكسي 4 امينو بايريميدين فاوند اونلي ان ار ان اي، صح ولا غلط؟ لا غلط، في الار ان اي والدي ان اي، لان ده سيتوزين. يبقى قال لي 2 اوكسي 4 يعني ممكن يتعامل معايا ان يقول لي 2 اوكسي 4 امينو بايريميدين، او يجيب لي رسمته ويسالني عليه اي سؤال من المعلومات السهله اللي انا عارفها، بس كوني مش عارف بس ان السيتوزين ده
هو الاثنين اوكسي 4 امينو بيريميدين، ما بقتش عايز ما بقتش عارف اذا كان هو اللي موجود في الدي ان اي والار ان اي ولا لا، فيبقى اجابتي غلط، ده موجود في الدي ان اي والار ان اي. شكرا يا دكتور ابو سيفين. يلا يا دكاتره. طب انا هضيف حاجه تاني بقى، هعمل طريقه تانية. في رقم 2 هضيف اوكسي، وفي رقم 4 برضو هضيف اوكسي. معلش حد تاني يدخل معايا، حد تاني يدخل معايا. احمد هدايه، معلش سمي كده يا احمد هدايه. 2 اوكسي 2 و4 اوكسي. 2 و4 يبقى مش اوكسي واحده بقى، يبقى داي اوكسي صح ولا لا؟ 2 و4 اه تمام. داي اوكسي. طب والحلقه اللي قدامك دي اسمها ايه؟ بايريميدين. بايريميدين، يبقى 2 و4 داي اوكسي بايريميدين. استنى بقى، استنى 2 و4 داي اوكسي بايريميدين. 2 و4 داي اوكسي بايريميدين ده اللي هو ايه يا احمد؟ ده اليوراسيل. 2 و4 داي اوكسي بايريميدين ده اليوراسيل. طب اسال بقى سؤالي تاني، 2 و4 داي اوكسي بايريميدين فاوند اونلي ان ار ان اي، كده صح ولا غلط؟ صح. صح، موجود في الار ان اي بس. كلامي كده ايه؟ صح. يبقى 2 و4 داي اوكسي بايريميدين هذا هو اليوراسيل، 2 امينو 4 اوكسي بايريميدين هذا هو السيتوزين. شكرا يا احمد يا هدايا. طب معلش بقى واحد يكيفني تاني ويتمزج معايا. هاجي في 2 هضيف اوكسي، وفي 4 هضيف اوكسي، وفي 5 هضيف ميثايل، وفي 5 هضيف ميثايل. ادخل معايا اي حد من المجموعه، ادخل معايا يا دكتور امين، ادخل معايا يا دكتور امين. نعم دكتور. تعال نسمي بقى مع بعض، 2 و4 داي اوكسي، خمسة ميثايل بايريميدين، صح ولا لا يا دكتور أمين؟ هذا هو الصينين، 2 و4 داي أوكسي 5 ميثايل بايريميدين هذا هو الصينين. طب خليك معايا يا دكتور أمين، خليك معايا بقى وكيفني ومزجني. ما بتشبهش على المركب ده كده من غير الميثايل؟ المركب ده من غير الميثايل كده ما بتشبهش عليه؟ اللي هو 2 و4 داي اوكسي ده ما بتشبهش عليه؟ يوراسيل يا دكتور. الله اكبر، هو ده اليوراسيل. ومن العلماء تسهيلا بدل ما يقول لك 2 و4 داي اوكسي 5 ميثايل بايريميدين، تسهيلا عليك يقول لك ايه؟ ده يوراسيل وضفنا له ميثايل، فنقول عليه 5 ميثايل يوراسيل، فنقول عليه ايه؟ 5 ميثايل يوراسيل. ال 5 ميثايل يوراسيل، ودي بقى اتلخبط بقى، تعالى بقى اسالك السؤال، 5 ميثايل يوراسيل فاوند اونلي ان ار ان اي. طالب على قد يقول لك يوراسيل ار ان اي يبقى صح. غلط. ال 5 ميثايل يوراسيل هذا هو مين يا دكتور امين؟ الدي ان اي. الصينين، والصينين موجود فين؟ في الدي ان اي. الصينين والصينين موجود فين؟ في الدي ان اي. طب تعالى اقول لك بقى تركو قالها ازاي عشان يسهل لكم المعلومه دي. قال لك لو بصينا عليه من فوق ولقينا امينو خلاص انا سيتوزين. بصيت عليه من فوق لقيت امينو انا سيتوزين. طب بصيت عليه من فوق لقيت اوكسي يبقى بص لو مع الاوكسي دي ميثايل يبقى ايه؟ ساينين. لو الاوكسي معهاش اي حاجه بقيت يوراسيل. فهمناها كده وفهمناها كده صح ولا لا؟ يبقى السيتوزين موجود في الدي ان اي والار ان اي، اليوراسيل لا موجود في الار ان اي اونلي، 2 و4 داي اوكسي بايريميدين، 2 و4 داي اوكسي 5 ميثايل بايريميدين اللي هو 5 ميثايل يوراسيل اللي هو الصينين موجود في الدي ان اي. معلش كله يديني تمام على الحته دي لوحدها، اديني تمام على الشات على الحته دي لوحدها، لان السلمه اللي بنبنيها بنطلع عليها سلمه ثانيه، السلمه اللي تحت ملخلخه ملهاش لازمه. واللي ما حضرش محاضره النهارده
او ما سمعش محاضره النهارده ما يكملش بايو كيمستري، ملوش لازم، ما يقعدش يكمل معانا بايو كيمستري، مش هيفهم حاجه. الله اكبر. الكتاب ده مين؟ ده كتاب القصر العيني، عادي جدا خالص، بنبني البيز منه. الماينور بايرميدين دي ما تهمنيش، تعال ندخل على البيورين. ايه ده؟ ايه الرخامه دي؟ ده يا عم ده شكله غريب جدا. لا يا بابا، واحده واحده وافهم معايا. ده في حلقه سداسيه هنا احنا بنشبه عليها. دي سته حلقه سداسيه اهي، وفيها اتنين نيتروجين. مين فاكر الحلقه دي اسمها ايه؟ بايرميدين. هي دي حلقه البايرميدين اللي لسه قايلينها صح؟ اهو سته وفيها اتنين نيتروجين، فسميناها ايه؟ بايرميدين رينج. وحلقه ثانيه خماسيه، اهي دي خماسيه، اهي دي خماسيه وفيها اتنين نيتروجين برضو، بنسميها اميدازول. اميدازول البايرميدين اللي فيه اتنين نيتروجين والاميدازول اللي فيه اتنين نيتروجين، الاتنين دول لما يتحدوا مع بعض يكونوا حلقتين اسمهم بيورين. يبقى الشكل ده كله على بعضه بنسميه ايه؟ بيورين. الشكل ده كله على بعضه بنسميه ايه؟ بيورين. مش عايز بقى ادوشك برضو بالترقيم، ولكن هعمل الترقيمين وانتوا تقولوا لي مين الصح ومين الغلط. احنا كده كده ممكن ابدا من هنا، ادي اهو واحد خلاص، واروح للنيتروجيناية الاقرب يبقى اثنين ثلاثه اربعه، ما احنا عرفنا ان احنا بنروح للاقرب عشان تاخد رقم اقرب، خمسه سته، وبعد ما اخلص السته اكمل سبعه ثمانيه تسعه. ادي ده نوع من الترقيم. وترقيم ثاني اهو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، اللي هو مكتوب بالأسود، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. مين الصح؟ الأحمر ولا الأخضر؟ أو الأحمر ولا الأسود؟ مين الصح؟ الأحمر ولا الأسود؟ ودي بقى اللي يقول لي ليه يبقى ولد. لا يبقى ولد، ده بص تحويل 10 جنيه فوري رصيد. ما احنا هنديكوا جوائز منين؟ ما في المحاضرة اللي كانت في السنتر تدي فلوس على طول، لكن دلوقتي فين؟ ليه الاسود؟ هو باين طبعا ان الاسود هو اللي صح، لان الكتاب اكيد هو اللي كاتب الصح. ليه الاسود هو اللي صح؟ ريز هاند يا معلم كده، وانا اديك المايك وتقول لي ليه. ليه الاسود صح مش الاحمر؟ ما هو الاحمر اهو برضه، ادي النيتروجينايه الثانيه الثالثه، ونكمل اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه. ليه؟ حد هيقول 20 جنيه بدل 10 جنيه 20 جنيه مفيش. ابو سيفين، يلا يا ابو سيفين قول. لان ممكن نقول ان عدد الكربونات اللي بين الاتصال بين الحلقه دي والحلقه دي واخدين ارقام اقل، يعني يا ولا في التركيب ده 4 و5 لكن هناك 5 و6. يا ولا على الكلام، الله عليك. بيقول لي يا دكتور النيتروجينية هنا واخدة واحد وهنا تلاتة، بس هنا ما هي تلاتة وواحد، يبقى النيتروجينات ملهاش علاقة، والنيتروجين هنا سبعة وتسعة هنا سبعة وتسعة، يبقى ملهمش علاقة، يبقى مش هي النيتروجين. لكن نقطة الاتصال بين الحلقتين زي ما علمونا في العضوية زمان لازم تاخد أرقام أقل. ففي الأسود واخدة رقم أربعة وخمسة، اما في الاحمر واخده 5 و6. الله عليك يا ابو سيفين، هديتك موجوده يا معلم. في الاسود واخده 4 و5، اما في الاحمر واخده ايه؟ 5 و6. فيبقى الاحمر غلط والاسود هو اللي صح. ما يعنينيش. طب معلش بقى، خليك معايا يا ابو سيفين ونكمل. هاجي اضيف هنا امينو، سميني المركب كده ده، يبقى واحد. يا راجل يا طيب، هو ده رقم واحد بوزيشن هنا؟ ست امينو، ست امينو بيورين،
ستة أمينو بيورين. مبروك، هذا الستة أمينو بيورين نطلق عليه اسم الأدينين. نطلق عليه اسم إيه؟ الأدينين. ماشي، ادخل معايا يا أحمد يا هدايا، ادخل معايا يا أحمد يا هدايا. هضيف هنا أمينو، هضيف هنا أمينو، وهضيف هنا أوكسي، هضيف هنا أمينو، وهضيف هنا أوكسي. سمي لي مركب كده يا أحمد يا هدايا. اثنين أمينو، اثنين أمينو، ستة أوكسي بيورين. اثنين أمينو، ستة أوكسي بيورين. مبروك يا أحمد، ده الجوانين. مبروك يا أحمد، ده الجوارين. طب يا أحمد ركز معايا، إحنا في البيريميدين كانوا قايلين ثلاثة، سيتوزين، يوراسيل في الار ان ايه، وصايمين في الدي ان ايه. اما في البيورين فعندنا اثنين بس، ادينين وجوانين. طب يبقوا موجودين في الدي ان ايه ولا الار ان ايه؟ واحد في الدي ان ايه وواحد في الار ان ايه. لا يا باشا، الاثنين موجودين في الاثنين. انا قايل لك محتاج مركبين في كل واحد، يبقى الدي ان ايه ادينين وجوانين، والار ان ايه ادينين وجوانين، فهم الاثنين موجودين في الدي ان ايه والار ان ايه. هم الاثنين موجودين في الدي ان ايه والار ان ايه. طب ممكن تخليك مع، ولا ادخل معايا يا دكتور امين؟ ادخل معايا يا دكتور امين. نعم. في معلومه انت عارفها يا دكتور امين، كلنا عارفينها كطلبه، ان احيانا لما باجي اكون دبل ستراند النيتروجين بيزز دي بتمسك مع بعض، فالادينين المفروض بيتحد مع الصايمين، صح ولا لا؟ باثنين هيدروجين بوند، والسيتوزين بيتحد مع الجوانين، صح ولا لا؟ بثلاثة هيدروجين بوند. سألت نفسك قبل كده يا دكتور أمين، ليه الأدينين يبقى مع الصايمين وليه السيتوزين يبقى مع الجوانين؟ يعني مثلا ليه ما كانش الأدينين مع الجوانين والسيتوزين مع الصايمين؟ ليه؟ أقول لك، ركز معايا، هو الأدينين ده بيورين ولا بيريميدين؟ الأدينين بيورين أور بيريميدين؟ بيورين. بيورين، لسه قايلينه، البيورين ده كام حلقة؟ حلقتين، صح ولا لأ؟ حلقتين. طيب كلام جميل. طب والجوانين؟ بيورين برضو، حلقتين. لو بتتلخبط بينهم كان عامل لهم نيمونيك الفيرست ايد، يقول لك ايه؟ بيور از جولد، بيورين از جولد، ادينين از وجولد جوانين، صح يا دكتور امين؟ اه، ده حلقتين وده حلقتين. امال الصايمين كام حلقه؟ حلقه واحده. والسيتوزين كام حلقه؟ حلقه واحده. اتفهمت اللعبه كده؟ لازم المركب يبقى حلقتين ويمسك مع حلقه، وهنا حلقه تمسك مع حلقتين. ليه؟ عشان السلم كده يبقى الابعاد بينه متساويه، حلقتين وحلقه، حلقتين وحلقه، يبقى ثلاث حلقات دايما. طب تخيل معايا ان كان الادينين بيمسك مع الجوانين، كانوا هيعملوا كام حلقه يا دكتور امين؟ اربعه. والسيتوزين مع الصايمين كان كام حلقه؟ حلقتين. فعارف شكل الدي ان ايه كان هيبقى عامل ازاي؟ واسع من هنا اربع حلقات، وبعدين يضيق حلقتين، وبعدين يضيق يوسع تاني اربع حلقات، وبعدين يضيق. فالسلم مش هيبقى متساوي، فعشان درجات السلم تبقى متساويه لازم حلقتين يبقى مع حلقه وحلقه تبقى مع حلقتين. ادوني تمام على النقطه دي لوحدها، مين اللي لقطها؟ انا لسه هتتشرح تاني تحت، بس اللي لقطها هنا يبقى ممتاز. ليه ربنا يخلي الادينين يمسك مع الصايمين؟ وليه يخلي السيتوزين يمسك مع الجوانين؟ ليه لازم حاجه من البيورين تمسك مع حاجه من البيريميدين وحاجه من البيريميدين تمسك مع البيورين؟ تمام جدا، تمام. طب بالنسبه للناس اللي ما بتحبش تحفظ، لو انت لقيت الامينو فوق، امينو فوق، يبقى ادينين، ادينين. لما لو لقيت اللي فوق اوكسي يبقى ده جوانين، لو لقيت الامينو فوق يبقى ادينين، لو لقيت اللي فوق اوكسي يبقى جواني. خلصت؟ لا ما خلصتش، لسه في حاجه عايز اقولها.
ان احيانا مركب من المركبات دي يتحول للاخر. يعني بص معايا، هذا المركب اسمه سيتوزين، لو عملنا له دي امينيشن يعني شلنا منه الامينو جروب يبقى ايه؟ ركز معايا، اللي فاهم قوي عمليه الدي امينيشن ما تحصلش لوحدها، دي يعني نزع، امينيشن يعني امينو، انا هنزع الامينو، عمليه الدي امينيشن ما تحصلش لوحدها، لازم نعوضها ان احنا نحط اكسجين مكانها، عشان كده العلماء يسموها اوكسيديتيف دي امينيشن في معظم الاحيان. اسمها ايه؟ اوكسيديتيف، يعني حطيت اكسجينيه وشلت امينو يبقى دي امينيشن. يلا الاوائل بقى يردوا عليا، الاوكسيديتيف دي امينيشن للسيتوزين، السيتوزين لو عملنا له اوكسيديتيف دي امينيشن يتحول الى، اللي يقولها يبقى ولد، هشيل الامينو ولازم احط مكانه اوكسي، اوكسيديتيف دي امينيشن، عشان اشيل الامينو لازم احط، الله اكبر، اسمها يوراسيل. عشان كده هتاخد قدام في اليوزمل في الميوتيشن يقول لك ايه؟ اوكسيديتيف دي امينيشن للسيتوزين يحوله اليوراسيل. ها؟ ها؟ ومش فاهم حاجه وبتحفظها وخلاص، اهو شلت الامينو فاتوضع مكانه اوكسي، فبدل ما 2 4 امينو بقى 2 4 داي اوكسي، فتحول للسيتوزين اليوراسيل. الله اكبر. نرجع تاني، النيتروجين بيز اللي هم البيورين، بيور از جولد يبقى ادينين وجوانين، والبيرميدين سيتوزين يوراسيل سايمين، سيتوزين يوراسيل سايمين. هذا النيتروجين بيز لما يتحد مع سكر خماسي بنتوز في حاله الار ان ايه اسمه رايبوز، وفي حاله الدي ان ايه اسمه دي اوكسي رايبوز. الاثنين دول لما يتحدوا مع بعض هيكونوا مركب اسمه نيوكليوزايد. هذا النيوكليوزايد لما ياخد فوسفيت هيكون مركب اسمه نيوكليوتايد. انا كده بنيت ثلاث سلالم ومبسوط جدا بيهم لو وصلوا لكم. ادوني التمام عليهم، تمام التمام على الثلاث سلالم دول. تمام التمام التمام التمام. ماشي. الحتة دي مش عايز منها الا معلومة واحدة. البيورينز لما بيتكسروا بيتحولوا إلى مركب اسمه اليوريك أسيد. بيتحولوا الأول إلى هايبوزانسين وزانسين، أو أنتوا بقى نحب نقولها الناس اللي هي تتكلم إنجلش حلو، هايبوزانسين وزانسين. هايبوزانسين وزانسين. ثم واحد يقول لي استرجل يا دكتور. هايبوزانسين وزانسين، ايوه كده، هايبوزانسين وزانسين. الهايبوزانسين والزانسين او الهايبوزانسين والزانسين يتحولوا الى يوريك اسيد. اليوريك اسيد ده نسبته في الجسم من 3 ل 7، هو يختلف من الميل والفيميل. وهناخد الكلام ده في الماسكولوسكليتل، بس انا بلين بدل ما جت البيز هنا نحط البيز، نرمي البيز. لو زاد اليوريك اسيد في الجسم يعمل حاجه اسمها هايبر، يعني زياده، يوريك يعني يوريك اسيد، ايميا يبقى هايبر في الدم، ايميا يعني في الدم يبقى هايبر يوريسيميا. ده اللي معروف باسم ايه؟ الجوت، النقرس، داء الملوك. وعهدت نفسي ان ما تجيش سيره الجوت الا واحكي الحدوته دي. والطلبه اللي معانا عارفينها وهيضحكوا دلوقتي. كنت معزوم مره مع والدي الله يرحمه عند مجموعه من الضيوف. ووالدي طبعا عارف اني اكيل، يعني زي ما انتم شايفين كده اكيل اكيل. فكان بيقعد يقول لهم بقى، كان معزومين على غدا، فبيقول لهم ده احنا معانا بقى الاكيل بتاعنا ابراهيم، ده بقى ايه؟ اكل من هنا للصبح وهيوريكم الاكل يبقى ازاي. فقعدت بقى كلت ربع فرخه وحتتين لحمه وكفته ورحت اتمليت وقمت، وفاكر بقى نفسي اللي هو انا قطعت اللي ما تقطعش. المهم الناس بقى اللي احنا معزومين عندهم بيمسكوا البطه
اثنين قاعدين يمسكوا البطه يقسموها كده، ده ياخد نص بطه ونص بطه. يمسكوا الديك يقسموه ده نص وده نص. الفرخه ما بتتقسمش، بتتاكل كلها واحد، كل واحد فرخه لوحده. اللحمه الكفته قاعدين ياكلوا الحاجات دي كلها. وانا بقى عرفت بقى ان انا كده ماليش في الاكل خالص، اللي هو زي ما بيقولوا قاعد انت كده فاكر نفسك اكيل، شوف يا عم الناس بتاكل ازاي. المهم قمنا ودخلنا الصالون وبنشرب الشاي، وبعدين لقيت لك واحد منهم بيقول لك اه صباع رجل وجعه، كعب رجل وجعه، وبيقول لك النقرس. وبعدين راح قال لك معرفش انا النقرس ده جالي منين، وانا بقى ها 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 اضحك وابويا يمسك فيا، يا ابني ايه ايه ده، احنا معزومين عند ناس ما يعرفش النقرس جاله منين. واحد اضحك، وقلت للحاج ده لو ده ما جالوش النقرس نشيله من الكتب. لا النقرس لو ما جاش للراجل ده انا امسحه كده من الكتب وما اشرحش نقرس تاني. وعدت نفسي ما اشرحش نقرس الا لما احكي الحدوته دي. فالهايبريوريسيميا نتيجه انك بتاكل لحمه كتير. لحمه كتير يعني في دي ان ايه كتير، دي ان ايه كتير يعني بايريميدين بيورين كتير، ادينين وجوانين كتير، ادينين وجوانين كتير يعني يوريك اسيد كتير، يوريك اسيد كتير يعني جلط. ولكن في معلومه خاطئه والى الان عند بعض الدكاتره، يجي عند عيان النقرس ويقول له انت ما تاكلش اي حاجه حمراء، اللحمه حمراء ما ناكلهاش. وكانت بتتشرح كده لينا كطلبه، ولغايه الان في ناس بتشرحها كده. الشاي احمر ما تشربوش، القهوه ما تشربهاش، فبيمنع عنه القهوه والشاي. المعلومه دي خاطئه. ليه بقى؟ لان القهوه الكافيين والسايوفيلين اللي موجود في الشاي دول مش زنسين، دول حاجه اسمها ميثايليتد زنسين، وما بيتحولوش ليوريك اسيد. القهوه والشاي والكوكا اللي هو السايبرومين، القهوه والشاي والكوكا، الثلاثه دول مش عايزك تحفظ اساميهم، مش لو ييلد بالنسبه لي، ولكن هما ميثايليتد زنسين ولا يتحولوا الى اليوريك اسيد، ولا يتحولوا الى اليوريك اسيد. امال احنا بنستعملهم غالبا في ايه؟ السايوفيلين معظمهم سي ان اس ستيميليتور. على فكره السايوفيلين ليه استعمالات في الازمه لو الناس مذاكره. الكافيين والسايوفيلين والسيوبرامين، القهوه والكوكاكولا، القهوه والكوكا يا دكاتره، والكوكا والشاي. الثلاثه دول حضرتك بتستعملهم ايه؟ ايه معلومه الزنسين؟ هم دول ما اسمهمش زنسين، ما هو الزنسين هو اللي بيتحول الى يوريك اسيد، لكن دول اسمهم في اخره زنسين، ولكن اسمهم ميثايليتد زنسين. فالميثايليتد زنسين يا ابو سيفين ما يتحولوش ليوريك اسيد، فالثلاثه دول ميثايليتد زنسين ايا كان بقى، 1 و3 داي ميثايليت، 1 و3 تراي داي ميثايليت، 3 و7، 1 و3 و7، ما تهمنيش هذه الارقام في اليو اس منين، ولكن يهمني ان كلهم اسمهم ميثايليتد زنسين او ميثايليتد بيورين، ودول ما يتحولوش الى يوريك اسيد. عشان كده هم نوت كونترا انديكيتد، كونترا انديكيتد يعني ممنوعين، نوت كونترا انديكيتد يعني مش ممنوعين في عيانين الجوت، مش ممنوعين في عيانين الجوت. بعضهم بيقلل امتصاص الايرن، ولكن مش عشان السايوفيلين، عشان التانيك اسيد. ما تلخبطش المعلومه، قلنا ما نستعجلش سلمه، كل سلمه هنطلع ونقول اللي فيها، كل سلمه هنطلع لها ما تقلقش. فالثلاثه دول ميثايليتد زنسين، والميثايليتد زنسين ما بيتحولوش الى يوريك اسيد، فمش ممنوعين في عيانين الجوت. مش عايز اكتر من كده عن الجوت الى ان ناتي لي في الماسكول سكيلت. اللذيذ في الامر بقى ان انت يا دكتور قلت لي ان في نيتروجين بيز، وهذه النيتروجين بيز هتتحد مع سكر خماسي عشان تكون نيوكليوزايد، يبقى الحته دي اسمها نيتروجين بيز، معاها السكر ده بقى اسمها نيوكليوزايد، تاخد الفوسفيت هتبقى اسمها نيوكليوتايد، تاخد الفوسفيت هيبقى اسمها نيوكليوتايد.
كده نيتروجين بيز، كده نيوكليوزايد، كده نيوكليوتايد. كلام جميل يا دكتور. وكذلك هنا، ولكن لاحظنا حاجة، السكر اللي قدامك اهو خماسي اهو، واحد ادي كربون اهي، اتنين تلاتة اربعة خمسة. امال ايه دي يا دكتور؟ دي الاكسجينية. مش عايزك تدخل في التفاصيل دي، ولكن في عامل عالم اسمه هاورس عمل حاجة اسمها هاورس فورمولا، انك بدل ما ترسم الجلوكوز واقف نرسمه في شكل خماسي، وحاجات بنرسمها في شكل سداسي، تمام؟ نرسمه في شكل خماسي، ورسم الريبوز بتاعنا في الشكل الخماسي ده، ادي الاكسجينيه وادي الخمس كربونات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وهو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. سؤالي من الرسمة كده، الفوسفيت بتمسك في رقم كام دايما؟ الفوسفيت بتمسك في رقم كام دايما؟ بص في الرسمة وقول، بص في الرسمة وقول، أهي الفوسفيت أهي. يا جماعة لا، يا جماعة اتعلموا أكتف يا جماعة، ما تستنوش كل حاجة تترمي. اتعلم أكتف، المعلومة تثبت في دماغك، الفوسفيت بيمسك في رقم كام؟ دي أربعة، مين اللي بيقول أربعة؟ مين اللي بيقول أربعة ده؟ مين اللي بيقول أربعة؟ أهي كربون رقم خمسة أهي، أهي كربون رقم خمسة أهي. اهي يا جماعه اصل خمسه بره الدايره، يعني بص ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه وخمسه طالعه فوق، فهي ماسكه في الكربون رقم خمسه، فكده كده الفوسفيت ماسك في الكربون رقم خمسه. طيب واحد يقول لي النيتروجين بيز اللي هي دي او دي ماسكه في الكربون رقم كام؟ استنى استنى استنى، عارف لما كنا بنيجي نقول في الدي ان ايه من اتجاه خمسه لثلاثه، عارف الخمسه دي جت منين؟ من ان الفوسفيت ماسكه في رقم خمسه، فبنقول بنمشي من البوزيشن رقم خمسه لبوزيشن نهايته رقم ثلاثه تحت. هنا جت اسم خمسه، هنا جه اسم خمسه. فالفوسفيت بتمسك في رقم خمسه. النيتروجين بيز بتمسك في الكربونه رقم كام؟ سمعني ودلعني. النيتروجين بيز بتمسك في الكربونه رقم كام؟ اهو اهو بتمسك في كام؟ في الكربونه رقم واحد، ادي النيتروجين بيز بتمسك في الكربونه رقم واحد. انت عارف انه ممكن يجيب لك الرسمه دي في كيو بانك ويقول لك ده ايه؟ ممكن يجيبها لك في كيو بانك ويقول لك ده ايه؟ طب معلش قولي لي، قولوا لي ده ايه؟ الاول طب ادخل معايا يا دكتوره اروى، واحده واحده يا دكتوره اروى مع بعض. الاول تعالي نبدا باللي في اليمين دي. الاول يا دكتوره، ده بايريميدين ولا بيورين؟ بايريميدين. بايريميدين. طيب هل هو سيتوزين ولا يوراسيل ولا سايمين؟ سيتوزين عشان في امينو جروب. سيتوزين عشان الامينو جروب فوق، او اثنين امينو واثنين اوكسي اربعه امينو. طب لو كانت هنا اوكسي كان يبقى اسمها ايه يا دكتوره؟ يوراسيل. طب لو كان مع الاوكسي دي هنا في ميثايل كان اسمها ايه؟ السايمين. السايمين ممتازين. يبقى يا دكتوره ده اسمه ايه؟ سايتوزين. خليكي معايا معلش، الحلقه الثانيه دي بيورين ولا بايريميدين؟ بيورين. بيورين. طب دي اسمها ايه بقى؟ ده اسمه ايه؟ ده الادينين. امينو ادينين. امينو فوق هنا يبقى ادينين، امينو فوق هنا يبقى ادينين، ولكن لو كانت هنا امينو وهنا اوكسي يبقى ده جوانين. تمام، يبقى ده ادينين نيتروجين، ده ادينين نيتروجين بيز اهو، مسك هنا بقى اسمه نيوكليوزايد، مسك معاه الفوسفيد بقى اسمه نيوكليوتايد. كده اسمه ادينين، كده اسمه ادينوزين، كده اسمه ادينوزين مونوفوسفيد، كده اسمه سايتوزين، كده اسمه سايتيدين، كده اسمه سايتيدين مونوفوسفيد. ولكن سؤالي يا دكتوره اروى، هل في فرق تاني بين الرسمتين غير ان ده سايتيدين وغير ان ده سايتوزين وغير ان ده ادينين؟ في فرق تاني؟ لو قلت اللي يلاقي الفرق ده يبقى ولد. الهيدروجين جروب اللي موجود
الـ OH، الـ OH تحت HOH، الناحية التانية OHOH. الله أكبر، مين اللي بيتكلم؟ نور. دكتورة نور، بتقول لي في البوزيشن رقم 2 هنا الـ OH و H ده شكل الريبوز العادي، يبقى هنا السكر ريبوز يا دكتورة نور، يبقى ده دي ان ايه ولا ار ان ايه يا دكتورة نور؟ ار ان ايه. لكن هنا لقيت اتش، يعني شايل منه اكسجينايه، فبنقول نزعنا منه اكسجينايه يبقى دي، يعني منزوع اوكسي، يعني شلنا اكسجينايه، دي اوكسي ريبوز. الدي اوكسي ريبوز يبقى ده دي ان ايه. يبقى اقدر استنتج من الرسمه دي ان الرسمه اللي على اليمين دي نيوكليوتايد ولكن بتاع دي ان ايه، والرسمه اللي على الشمال دي نيوكليوتايد ولكن بتاع ار ان ايه، ولكن نيوكليوتايد بتاع ار ان ايه. خلاص تمام يا دكاتره، ادوني تمام التمام على الكونسبت بتاع الرسمتين دول. الفوسفاته بتمسك في رقم 5، النيتروجين بيز بتمسك في رقم 1 هنا او هنا. عرفنا ازاي نقرا النيتروجين بيز، في الناحيه الشمال عندي ده رايبوز، وفي الناحيه اليمين عندي ده دي اوكسي ريبوز، يبقى دي ان ايه. للعمالقه بقى، المفروض ان الكربونه رقم 1 بتمسك لا اما مع النيتروجينيه رقم 1 لا اما مع النيتروجينيه رقم 9. مستني حمار يسالني، معلش يا دكاتره، مستني حمار يسالني امتى ان 1 وامتى ان 9؟ يا ولا ان 9 يبقى المركب اللي فيه 9 كربونات، هو البيريميدين فيه 9 كربونات اصلا، فيه 9 ذرات اصلا، يبقى ان 9 مع البيورين وان 1 مع البيريميدين، ان 9 مع البيورين وان 1 مع البيريميدين. بنينا خامس سلمه، بنينا خامس سلمه، انا مبسوط كده. ادوني تمام على كل اللي فوق وهنزل سنة تحت. هذا الجدول هتلاقيه موجود عندك هنا وموجود في كابلن وموجود، لا قيمة له طبعا. بيقول لك الادينين لما يبقى نيوكليوزايد، يعني لما اضيف له سكر يبقى اسمه ادينوزين، لما اضيف له كمان فوسفيت يبقى ادينوزين مونوفوسفيت. تمام، جوانين جوانوزين، جوانوزين مونوفوسفيت، زانسين زانسوزين، زانسوزين مونوفوسفيت. لكن البيريميدين دول، البيريميدين دول بدل السيتوزين يبقى سيتيدين، يوراسيل يوريدين، سايمين سايميدين. تمام، فبنقول كنا بنقول ان اليورادين عندهم دين، اليورادين عندهم دين. تمام، ايا كان يعني كان لا قيمه له هذا الكلام خالص مطلقا انت تقدر تستنتج. هقول بس تكتين في الاربع خمس صفحات الجايه، كل اللي عايزهم منهم تكتين. ادخلي معايا يا دكتوره او يا دكتور عبد الرحمن، معلش يا دكتور عبد الرحمن ادخل معايا، ادخل معايا يا دكتور عبد الرحمن. ايوه يا دكتور. الحلقه اللي قدامك دي بيورين ولا بيريميدين؟ دي يا جماعه اللي انا بعمله ده مهم عشان يثبت المعلومه. اقول بيورين، لا دي لوحدها بيريميدين، بيورين. لكن دي ايميدازول، الاثنين لما يدخلوا مع بعض حلقه ثنائيه، يبقى انا بتكلم على بيورين. طب وانا شايف فوق ايه يا عبد الرحمن؟ امينو جروب. امينو، يبقى الحلقه دي بتاع ايه؟ الحلقه دي ادينين، ادينين. لو شفت هنا اوكسي وهنا اللي امينو يبقى جوانين، يبقى الحلقه اللي قدامك دي ادينين. طب معلش، ضيف لها طلها سكر خماسي اللي هو هنا ريبوز ولا دي اوكسي ريبوز؟ الخماسي لا ده ريبوز، ده ريبوز، لاني بصيت في ار ان ايه لقيت يبقى ده بتاع الار ان ايه، بس احنا مش هنحتاجه ار ان ايه. يبقى اقول عليها ساعتها بدل ادينين ابقى اسميها كده لغايه هنا اسمه ايه؟ ادينوزين، ادينوزين. طب لما اضيف له هنا فوسفيت هيبقى اسمه ايه؟ ادينوزين مونو فوسفيت. طب لما اضيف مونو فوسفيت، لما اضيف له اثنين فوسفيت داي، ادينوزين داي فوسفيت تراي فوسفيت، ادينوزين تراي فوسفيت. ده ما بيتشبهش عليه الاي تي بي، هو بتاع الطاقه، هو ده الاي تي بي، هو ده عمله الطاقه في الخليه، هو ده السورس اوف انرجي لاي حاجه في جسمك.
هو ده السورس اللي بتحتاجه لأي انرجي محتاجها في جسمك، هو ده الاي تي بي. ادينوزين ترايفوسفيت، يبقى ادينين ضفنا له سكر بقى اسمه ادينوزين، ادينوزين مونوفوسفيت، ادينوزين دايفوسفيت، ادينوزين ترايفوسفيت. طب معلش هقول لك حاجه بقى لو عايز تتمزج وتتكيف، الاي تي بي يدينا كام انرجي؟ بيدينا 2 انرجي بس مش 3. 2 لا مش 3، لان الاي تي بي يدي 1 انرجي بس، والاي تي بي يدي 2 والاي ان بي ما يديش. اقول لك انا عرفت منين؟ اغششك. بص هنا على دي كده، معلش اكبر بس الاول عشان تفهم انا بتكلم فيه. اهو مش ده الشكل بتاعنا؟ بص هنا على دي كده، وبص هنا على دي كده، وما هتلاقيهاش موجوده هنا كده. لما اعمل في افهم بقى القاعده، لما اعمل داش عاديه كده يبقى ده ما بيديش طاقه، يبقى اسمها لو انرجي بوند. لكن لما يكون بيدي طاقه اعمل الداش بتاعتي كده، اسمها دبل كيرف الداش. اسمها ايه؟ دبل كيرف الداش. اعرف ان كده المركب ده بيدي طاقه، وهنا دبل كيرف الداش. طب سؤالي بقى يا عبد الرحمن، الاي تي بي كده يحتوي على كم هاي انرجي بوند؟ 2. طب والاي دي بي يحتوي على كام؟ 1. طب والاي ام بي؟ مفيش، ما يحتويش. يبقى اقدر اخد الطاقه من اي تي بي ماشي، اقدر اخد الطاقه من اي دي بي ماشي، لكن ما اقدرش اخدها من اي ام بي. امال لازمته ايه الاي ام بي يا ولا؟ اديله انا طاقه وخزنها. اللي عايز يتمزج، طب ما انا عندي اي ام بي في جسمي، صح ولا لا يا عبد الرحمن؟ مش انت عندك اي ام بي في جسمك؟ وعندك فوسفيت في جسمك، طب ما اقعد اربطهم في بعض واعمل طاقه، هو صح ولا لا؟ ما ينفعش. لازم عشان امسك الاي دي بي والاي ام بي انا ستورج فيه طاقه، يبقى التفاعل نفسه بيدي طاقه. فالاي ام بي يخزن الطاقه على الاي دي بي، واي تي بي عشان لما تعوز تحرقها تحرقها في اي وقت. فهمت اللعبه؟ كلام جميل، كلام جميل، كلام جميل. بس دي اللي عايزها من هنا. طب بص على شكل المركب اللي عندك ده يا عبد الرحمن، معلش خليك معايا، انا عارف. ده بيورين ولا بيريميدين؟ لا بيورين. طب وهنا في ايه؟ و الامينو تبقى ادينين. ادينين، وهنا كده بقى اسمه ايه؟ ادينوزين، صح ولا لا؟ ادينوزين، وهنا فوسفيت يبقى اسمه ايه؟ مونوفوسفيت. يبقى المفروض ادينوزين مونوفوسفيت. ادينوزين مونوفوسفيت. طب سؤال، يفرق ايه الادينوزين مونوفوسفيت ده عن الادينوزين مونوفوسفيت ده؟ ما هو ده ادينوزين مونوفوسفيت اهو، وده ادينوزين مونوفوسفيت. الشوجر؟ لا الشوجر واحد اهو. اكبر لك اهو. ثانيه اهو، الشوجر واحد اهو كده، شايفها الاثنين مع بعض. ايه تاني يفرق ايه؟ عادي يا كابتن، يلا يا ابو سيفين ندخل قول. طيب وانا عندي مشكله في الصوت. شكل حلقي. اولا ان هنا ماسك الفوسفيت برقم 5 بس، لكن هنا ماسك في 5 و3، صح ولا لا؟ ماسك في حلقتين، فعمل شكل حلقه. حلقه يعني ايه بالانجليزي يا دكتور ابو سيفين؟ سايكليك. ومنسميه بدل اي ام بي عادي سايكليك اي ام بي. مبروك، هو ده السايكليك اي ام بي اللي كل شويه تقعدوا تقولوا لي بيزود السايكليك اي ام بي، يقلل السايكليك اي ام بي، يزود السايكليك اي ام بي، يقلل السايكليك اي ام بي. والسايكليك اي ام بي يشتغل كسكند هرمون ماسنجر، كسكند هرمون ماسنجر. يبقى الشكل اللي قدامي هو ده الايه؟ السايكليك اي ام بي، هو ده الايه؟ السايكليك اي ام بي. ممتاز يا دكتور ابو سيفين، ممتاز يا دكتور مأمون، كلام جميل. طب معلش خليك معايا يا ابو سيفين، انت عارف المركب ده بنكونه منين؟ بنكونه من الاي تي بي، بنكونه من الاي تي بي وبالادينايل سايكليز بنحوله الى، عرفت شفت الاسم جه منين؟ 3 و5 سايكليك اي ام بي، 3 و5 سايكليك اي ام بي. طب عشان ارجعه الاي ام بي عادي هكسر البوند دي. البوند دي بين الفوسفيت وعامله استر بوند، فنسميها فوسفو داي استر بوند.
يبقى الانزيم اللي يكسرها يبقى اسمه ايه؟ فوسفوداي استريز. لو الفوسفيت اهو عامل استربول، الانزيم اللي يكسرها يبقى اسمه ايه؟ فوسفوداي استريز، يحولها ل AMP عادي جدا، يرجعها الى AMP عادي جدا. وهنا هحتاج للصبورة ثانية يا دكاترة. هنا هحتاج للصبورة ثانية. عشان نرسم رسمة شرحناها قبل كده في الاندوكراين. وأنا الأوان لمكانها هنا بقى عشان تتشرح هي رسمة إزاي السايكليك AMP يشتغل كسكند هرمون مسنجر. معلش عايز حد بس يدخل معايا كده بس يونسني زي ما بيقولوا، وليكن ادخل معايا يا احمد يا هدايا. معلش ادي شكل السلمبرين بتاعي، ادي شكل السلمبرين. المفروض يا احمد يا هدايا ان ايه اللي بيحصل؟ بيمسك هنا الريسبتور بتاعي، بيمسك فيه الماده، وهذه الماده لو انت عايز تبقى دقيق بزي الجلوكاجون مثلا، الجلوكاجون او الادرينالين. هو الجلوكاجون ده كان بيعمل ايه يا احمد؟ كان عكس مين؟ الجلوكاجون كان عكس مين؟ الجلوكاجون عكس الانسولين، عكس الانسولين. الانسولين يقلل الجلوكوز، الجلوكاجون يعلي الجلوكوز. حلو حلو. طيب يا احمد، الجلوكاجون مسك في الريسبتور بتاعه وشغل حاجه اسمها جي بروتين، فاكرهم جي اس وجي اي وجي كيو. شغل الجي بروتين، وهذا الجي بروتين راح شغل انزيم اسمه ادينايل سايكليز. اسمه ايه؟ ادينايل سايكليز. مش بتشبه على الاس؟ ادينايل سايكليز يعني بيخلي الادينين يحوله الى سايكليك، يعني بيكون السايكليك ام بي. طب بيكون السايكليك ام بي منين يا احمد؟ بيحول الاي تي بي. الله اكبر، ممتاز. بيحول الاي تي بي الى، هرد عليا، اي دي بي، الى سايكليك اي ام بي، الى سايكليك اي ام بي، ممتاز. هذا السايكليك اي ام بي، هذا السايكليك اي ام بي هيروح يشتغل ويحول انزيم اسمه ايه؟ بروتين كاينيز. يعني ايه كلمه كاينيز؟ يعني بيدي فوسفيت، صح ولا لا؟ بروتين كاينيز يعني بيدي فوسفيتايه للبروتين، بس من الصوره الان اكتف بروتين كاينيز، ثم يحوله الى اكتف بروتين كاينيز. يبقى ركز معايا، الجلوكاجون مسك شغل الادينايل سايكليز، حول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي، السايكليك اي ام بي حول الان اكتف بروتين كاينيز الى اكتف بروتين كاينيز، يعني عمل له اكتيفيشن. كلام جميل يا احمد. طب معلش ممكن تقول لي اسمه كاينيز يبقى بيعمل ايه؟ احنا معودين نفسنا بيكسر ال كاينيز يعني بيدي فوسفاتايه، كاينيز يعني بيدي فوسفاتايه. فتعال نشوف هيحول، بص معايا الدي فوسفوليريتد. يعني ايه كلمه دي فوسفوليريتد؟ يعني ايه كلمه دي فوسفوليريتد؟ يعني دي يعني منزوع، منزوع الفوسفيت، يعني فوسفيت، يبقى منزوع الفوسفيت. يبقى هيحول الانزيم الدي فوسفوليريتد، هيحوله الى فوسفوليريتد، يعني هيضيف له فوسفيت، هيحوله الى فوسفوليريتد. طب ازاي يا دكتور يحوله فوسفوليريتد؟ يا ابني ما هو اسمه كاينيز، وكاينيز يعني يدي فوسفيت، هيحوله الى فوسفوليريتد انزيم. تمام، كلام جميل. هيحول لي دي فوسفوليتد انزيم الى فوسفوليتد انزيم. والفوسفوليتد انزيم يقوم بشغله، والفوسفوليتد انزيم يقوم بشغله. طيب مين اللي بيشتغل عكس الجلوكاجون؟ مين اللي بيشتغل عكس الجلوكاجون؟ ثانيه يا دكاتره.
يلا يا دكاترة معلش. يبقى الجلوكاجون حول بالأدينايل سايكليز حول اي تي بي الى سايكليك ام بي. السايكليك ام بي حول الان اكتيف بروتين كاينيز الى الاكتيف بروتين كاينيز، والبروتين كاينيز حول منزوع الفوسفيت الى الفوسفوليتي. لسه معايا يا احمد صح ولا لا؟ لسه معايا. ايوه. طيب معلش يا احمد بقى، مين اللي شغله عكس الجلوكاجون؟ اللي بيحب يشتغل عكس الجلوكاجون مين؟ ها؟ الانسولين. الانسولين. الانسولين صح؟ فاكر بيشتغل عن طريق ريسبتور اسمهم ايه؟ لو قول بقى ودلعني بقى، قول بقى ودلعني بقى. تيروزين كاينيز، ماشي ماشي مش مهم. يبقى هنا الايه؟ الانسولين. الانسولين عايز يعاكس شغل الجلوكاجون صح ولا لا يا احمد؟ الانسولين عايز يعاكس شغل الجلوكاجون. هو الكلام باين لكم ولا انا من صورتي مش باين؟ نجيب صورتي شويه. لا لا واضح واضح تمام. عايز اعاكس شغل الجلوكاجون، يبقى عايز اعمل ايه في السايكليك ام بي ده يا احمد؟ اقلله او اكسره. مين اللي كان بيكسره؟ هو كان بيكون عن طريق انه مكون فوسفو باي استر بوند، يبقى مين الانزيم اللي يكسره؟ فوسفو باي استريز. فوسفو داي استريز. ايزي ايزي يعني انزيم يكسر، يبقى فوسفو داي استريز كسر الداي استر بوند وحول السايكليك اي ام بي الى اي ام بي عادي صح ولا لا؟ صح؟ صح. يبقى الان اكتف هيتحول لاكتف؟ لا. يبقى الدي فوسفوريتد هيتحول لفوسفوريتد؟ لا. يبقى وقفت شغله وعكست شغله ولا لا؟ اه. عارف بيعمل حركه صايعه ثانيه. في شويه غصب عنه كانوا خدوا فوسفتايه هنا. صح ولا لا؟ يشيل منهم الفوسفيت ويرجعهم ثاني دي فوسفوريتد. بما انه بيشيل الفوسفيت يبقى اسمه ايه؟ فوسفاتيز. يبقى اسمه ايه؟ فوسفاتيز. فيشغل انزيم هنا اسمه فوسفاتيز بيشيل الفوسفيت، ما يهمنيش. ولكن هقول لك روعه روعه. لو لقطها يا احمد او لقطها حد من اللي قاعدين هيفضل يقول سبحان الله من هنا لغايه بكره. من هنا لبكره يفضل يقول سبحان الله ويتمزق. سؤالي يا احمد، هل لما انا بحول الدي فوسفوريتد لفوسفوريتد هل انا بحوله من ان اكتف لاكتف ولا من اكتف لان اكتف؟ يعني هل انا بعمل له اكتيفيشن ولا بعمل له دي اكتيفيشن؟ هقول لك على حسب. بص معايا. دي اكتيفيشن. لا هقول لك على حسب. بص معايا واتكيف بقى يا احمد. لو انا عمليه زي عمليه جلايكوجينيليسيس، بلاش بلاش الاسامي الصعبه، جلايكوليسيس. جلايكوليسيس دي اللي هي تكسير الايه؟ الجلوكوز، صح ولا لا؟ سؤالي يا احمد، هي الجلايكوليسيس دي بتقلل الجلوكوز ولا بتزوده؟ بتزود الجلوكوز. جلايكوليسيس. جلايكوليسيس بتكسر الجلوكوز يبقى بتقلله. ايوه تمام. اه بتقلل الجلوكوز. يبقى الجلايكوليسيس بتقلل الجلوكوز، يبقى مين اللي هيحبها؟ الانسولين ولا الجلوكاجون؟ هي بتقلل الجلوكوز، يبقى مين اللي يحبها؟ الانسولين، لان الانسولين عايز يقلل الجلوكوز. تمام. ونشوف سبحان الله عمليه زي الجلايكوليسيس. يبقى انا هنا ببقى موجود في الان اكتف فورم ويجي الانسولين بيمشيني في هذا الاتجاه يحولني للاكتف فورم. شوف سبحان الله، لما يتنزع مني الفوسفيت ابقى اكتف، ولما اخد الفوسفيت ابقى ان اكتف. دي عمليه الايه؟ الجلايكوليس. طب معايا بقى يا احمد، عملية عكس الجلايكوليسيس وهي تصنيع الجلوكوز من حاجات مش كربوهيدرات اسمها جلوكونيوجينيسيس. جلوكونيوجينيسيس دي بتصنع جلوكوز، يبقى بتزود الجلوكوز ولا بتقلله؟ بتزوده. بتزوده. كلام جميل.
يبقى مين اللي يحبها، الانسولين ولا الجلوكاجون؟ الجلوكاجون. يحبها الجلوكاجون. قوم شوف سبحان الله الجلوكونيوجينيسيس، ابص على الانزيم الاقيه هنا ان اكتف وتحول باضافه الفوسفات من الجلوكاجون الى اكتف. اسمع بقى وقول سبحان الله، كده كده السايكليك ام بي بيشغل الان اكتف بروتين كاينيز فبيحوله الاكتف كاينيز وبيدي فوسفات. فلو عمليه اسمها جلوكونيوشينيسيز هو بيحبها، هيحوله من الان اكتف فورم للاكتف فورم. ليه؟ لانه عايز يقلل زود الجلوكوز. ولو عمليه اسمها جلايكوليسيز هو بيكرهها، فهيحوله من الاكتف فورم الى ان اكتف فورم، يعني يعمل اكتيفيشن للي معاه وفي نفس الوقت باضافه الفوسفات برضه يعمل ان اكتيفيشن للي معاه. قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات. والله مزاج، انا كده كده اعمى، انزيم اعمى، انا كده كده بضيف فوسفات. لو كان هذا الانزيم بيعلي الجلوكوز فهاكتفه. لو كانت هذه العمليه والانزيم ده هيعلي الجلوكوز هاكتفه. لو كان عكسي وبيقلل الجلوكوز اعمل له ان اكتيفيشن. سبحان الله بنفس الطريقه بنفس الطريقه. وانت يا انزيم اللي هتحدد اذا كنت لما بيجي لك فوسفيت بتتاكتف ولا لما بيجي لك فوسفيت بتن بيحصل لك ان اكتيفيشن. عارف انها عاليه قوي 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 ومش هيفهمها ناس كتير، بس بالله عليكم عشان عايز اعرف المستوى وصل لفين، اللي لقط دي يديني تمام التمام كده على الشات، يقول لي تمام انه لقطها، اللي لقطها يعرفني، اللي ما لقطهاش انا عارف انها صعبه شويه. اللي لقطها يبقى ولد يقول لي كده تمام معلش على الشات. واحده بس مين؟ ايوه كده. ها في تاني يا جماعه؟ تفعلوا يا جماعه، يا جماعه تفعلوا. طب اللي عايز يسمعها تاني يقول لي تاني، يدخل معايا بقى عشان هو اللي هيتكلم معايا فيها. مين عايز يسمعها تاني؟ الله، دكتور مأمون بيقول لكم بقى هذا يعني ان الهايبر جلايسيميك انزيم، ودي بتتكتب في كتب البايو ومراجع البايو كمان الكبيره، اكتيفيتد باي فوسفوليريشن، لما اعمل لها فوسفيت يحصل لها اكتيفيشن. والهايبوجلايسيميك انزيم العكس، اند فيس فيسرا العكس، يحصل لها دي اكتيفيشن بيس فوسفوليريشن. كلام صح؟ هو دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. قول يا ابو سفيان، ادخل قول يا دكتور. يعني احنا ممكن مثلا نقول الديفوس بريدت انزيم بالنسبه للانسولين بيعتبر هو الشغل الاكتف. ايوه، ما هو الانسولين بيمشي في هذا الاتجاه. بالنسبه للجلوكاجون هو هو الاكتف. صح، يعني هو عايز يقول لنا يا جماعه ان الانسولين بيمشي في هذا الاتجاه اللي هو الموف اللي رايح شمال، والجلوكاجون بيمشي في هذا الاتجاه. فاهم؟ صح؟ برنت سكرين بقى وارفع الجروب. برنت سكرين لشكل الرسمه دي وارفع الجروب. انا كده مبسوط ومنشكح جدا، يعني منشكح جدا من المستوى اللي وصلنا له. ادي السايكليك ام بي، وادي الرسمه اللي موجوده في البي دي اف اللي رفعه لكم على الجروب. ده البي دي اف ده مش بتاعي، ده كتاب القصر العيني مباشره، بس احنا رسمناها برسمه احلى. مش عايز كل ده، مش عايزه كل ده، مش عايزه، وعشان الناس اللي هيبقى معاها البي دي اف من اول صفحه اللي هو مش كده، مش مكتوب ارقام صفحات، من اول صفحه 6 7 8 مش عايزهم، 9 مش عايزه، وادخل معايا على النيوكليك اسيد. معلش هدي بريك 10 دقائق، اشرب ميه، جيب حاجه كده، بس 10 دقائق بالظبط وارجع، لاني لسه باقي لي، لسه باقي لي شويه حلوين. خلاص، دلوقتي الساعه 8 و20 دقيقه، 28 دقيقه. طب معلش يا جماعه، اللي قادر يكمل من غير بريك يقول، ونتوكل على الله ونكمل، ونخلينا نتوكلين على الله ونكملين احسن. اشرب ميه بس. اللي قادر يكمل من غير بريك يقول ان، اللي قادر يكمل من غير بريك يقول ان معانا.
لا بريك ارحمنا. خلاص يا دكاتره ماشي بريك من الساعه 8 هرجع بالظبط 38 دقيقه هرجع الساعه 8 ونص 8 ونص بالدقيقه هرجع. معلش يا جماعه نرجع 8 ونص عشان لسه قدامي حاجات لسه قدامي حاجات. اللي ما يحضرش حصه النهارده او ما يسمعهاش النهارده والمره الجايه ما يكملش لايف مش هيفهم حاجه. انا برمي بيزك مهم جدا الوحيد اللي يعتبر رماه كابلا تركو مش هتلاقي هذا الكلام في الفيرست ايد وهيعتمد عليه اسئله كتير. بريك لغايه 8 ونص وهنرجع مع بعضينا ان شاء الله.
السلام عليكم، ازيك يا دكاتره؟ هضطر اعمل ميوت اولد، في حد في صوت طالع من عنده، صوت غريب جدا. يا دكاترة يا دكاترة، ماشي. يلا نتوكل على الله. يلا نتوكل على الله، كله يديني التمام انه رجع. او بقى اللي معرفش، سبحان الله الحاجات دي ما بتحصلش الا في الحصص اللي هي بنبقى عاملين فيها عدد للناس كلها. يلا نتوكل على الله، كله يديني التمام انه رجع. انا داخل جاي من جوه بقى على الصوت، ايه قلت ده الكمبيوتر هيفرقع ولا حاجه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. والله الصوت مرعب، اكيد الصوت حصل عندكم برضو، واكيد الناس اتخضت. يلا السلام عليكم. نتوكل على الله. خدنا الوحده الجزيئيه النيوكليوتيد بتفصيلاتها وازاي اتكونت وايه النيتروجين بيزز اللي عندنا وايه اهميتهم. ندخل بقى على تكوين الدي ان ايه. الدي ان ايه لما بيجوا يوصفوه ليهم ثلاث طرق للوصف، حاجه اسمها برايمري ستراكشر، secondary structure، tertiary structure. وعايز اوصل لحضرتك كونسبت عشان تبقى فاهم المعلومه صح. البرايمري بيوصف هي الحاجات اللي انا بوصفها بالسكندري، هي الحاجات اللي بوصفها بالتيرشري، ولكن طريقتي للوصف مختلفه. يعني كنت دايما اقول للطلبه كده، لو احنا شغالين في السنتر وجي واحد يوصف، هيبص جوه الاوضه هيقول لك دكتور ابراهيم بيشرح، واحمد قاعد جنبيه محمد، محمد قاعد جنبيه مصطفى، مصطفى قاعد جنبيه بيوصف، وبينهم وبين بعض مسافه او مرتبطين ببعض، وقاعد يوصف وصف تدقيقي، ده اسمه برايمر. لو طلع بره الاوضه وبدأ يوصف هي الأوضة، ما بيوصفش حاجة تانية. اوعى تكون فاكر إن السكندري اللي بوصف حاجة تانية، وصف هي الأوضة وقال ده في دكتور جوه بيشرح ومعاه طلبة. ما قدرش يقول تفصيلات ودقائق جوه في الطلبة وبينهم وبين بعض رابط إزاي، لكن وصف نفس الأوضة وقال في دكتور جوه بيشرح ومعاه طلبة. لو طلع بره العمارة خالص يقول لك ده في الدور التاني دكتور بيشرح ومعاه طلبه. وصف نفس الاوضه ولكن من بره خالص. هو ده فكره البرايمري والسكندري والتيرشري ستراكشر. وانا كل واحد فيهم بقول خمس معلومات وخلصت، يعني برايمري خمس معلومات، السكندري خمس معلومات، التيرشري خمس معلومات وخلصت. تعال نبدا بالبرايمري. اول حاجه هنقولها بالبرايمري هو الدي ان ايه بيتكون من نيوكليوتايد. النيوكليوتايد بتاعتي هسميهم ايه؟ ادينين مونوفوسفيت، جوانين مونوفوسفيت، ما هو جوانوزين بقى مونوفوسفيت، ادينوزين مونوفوسفيت، ساين دين مونوفوسفيت، بص بقى يورادين مونوفوسفيت. ينفع؟ ما ينفعش. اليوراسيل لا يتواجد في الدي ان ايه، اليوراسيل لا يتواجد في الدي ان ايه، يبقى تي ام بي. يبقى انا عندي اي ام بي، جي ام بي، سي ام بي، تي ام بي، دي الوحده اللي بكون بينهم. ما ينفع هو اليوراسيل دي هوقعكم فيها كذا مره وهتقعوا. اليورا را را راسيل ار ان اي اون. يبقى عندي اي ام بي، جي ام بي، سي ام بي، تي ام بي. بس يا دكتور ده حاطط لي قبليهم دي سمول كده، دي ام بي،
دي جي ام بي دي سي ام بي دي تي ام بي ايه دي دي ايه دي دي يقصد ايه يقصد ان السكر اللي جواهم مش ريبوز ده دي اوكسي ريبوز يقصد ان السكر اللي جواهم دي اوكسي ريبوز فبنقول دي ام بي دي جي ام بي دي سي ام بي ودي المعلومه رقم واحد المعلومه رقم اثنين عندي يا دكاتره هي نوع الروابط اللي هتربط المركبات دي ببعضها فالمركبات دي ببعضها هترتبط بص معايا في الرسمه ادي اهو طب معلش واحده واحده ادخل معايا يا دكتور ابو سيفين المركب الاولاني اللي فوق ده بيورين ولا بيرميدين اللي انا بعمله ده اللي بيثبت المعلومه بيورين ولا بيرميدين انا قافل عليكم انكم تدخلوا طب معلش الدكتور اللي طلع منه الصوت كذا مره هعمل له كيك اوت لو حصل ده تاني معلش معذرتك بس انا فعلا الصوت يخض جدا يلا يا ابو سيفين ادخل كده تمام يا دكتور الشكل اللي فوق ده عباره اسمه ايه يعني بيورين ولا بيرميدين لا بيورين يورين طب فوق في امين يبقى ايه عشان في يبقى ادينين يبقى ادينين يبقى ادي المركب ده ادينين طب مسك فيه فوسفيت يبقى اسمها ايه ريبوز قصدي يبقى اسمه ادينوزين وكده ادينوزين مونوفوسفيت خدت بالك في السكر هنا انها اتش مش او اتش دي اوكسي ليه لان دي اوكسي ريبوز لان انا بتكلم على دي ان ايه صح ولا لا المركب ده عشان يرتبط بالمركب اللي بعده المفروض يمسك في الفوسفيت هنا والفوسفيت هنا فوسفيت هنا يبقى اللي بتربطهم الفوسفيت واحنا قايلين الفوسفيت بيعمل بوند اسمها ايه فوسفوداي استر بوند يبقى البوند اللي بتربط هذه المركبات ببعضها في البرايمري ستراكشر اسمها فوسفوداي استر بوند يبقى البوند اللي بتربطهم ببعض اسمها فوسفوداي استر بوند كلام جميل كلام جميل طب خليك معايا برضو لاحظنا واحنا بنركبه ان هنا المركب فوسفيت وبعديه سكر شوجر فوسفيت وبعديه سكر شوجر فوسفيت وبعديه سكر شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فلقينا ان الهيكل الاساسي اللي بيبني عليه الدي ان ايه او العمود الفقري الباك بون بتاعي بيتكون من ايه فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر صح ولا لا يبقى العمود الفقري بتاعي فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر استنى يا دكتور انت بتقول العمود الفقري فوسفيت شوجر امال راحت فين النيتروجين بيز لا النيتروجين بيز طالعه من جوه بص اهي يعني فوسفيت شوجر وطالع منها ادينين فوسفيت شوجر طالع منها جوانين يا دكاتره هل في حد تاني عنده مشكله في الصوت هل في حد تاني الصوت تمام الصوت تمام. واضح تمام الصوت واضح اللي عنده مشكله يدخل ويطلع تاني هيلاقي المشكله اتحلت ان شاء الله فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر ده العمود الفقري وبيطلع من النص النيتروجين بيز يا دكاتره كلام جميل طب بص يا دكتور ابو سيفين معايا معلش المركب اللي تحته ده ايه بيورين صح ابو سيفين وفوق اوكسي يبقى ده ايه جوانين طب اللي تحت ده ايه بيريميدين وفوق امينو يبقى ايه سيتوزين طب المركب اللي تحت ده اوكسي واوكسي وفي هنا ميثايل في ميثايل يبقى ايه يبقى سايمين سايمين وكده كده ما ينفعش اقول عليه يوراسيل صح ولا لا لان ما فيش يوراسيل في الدي ان ايه عشان ده دي ان ايه كلام جميل طيب بص معايا بقى لما اقرا التتابع ده انا وانت هنتخانق فانت هتقول لي ده ادينين جوانين سيتوزين سايمين صح هتقول لي ادينين جوانين سيتوزين سايمين ماشي وانا هقول لك لا انا هقراه سايمين سيتوزين جوانين ادينين يبقى انا وانت اتخانقنا صح ولا لا يبقى انا وانت اتخانقنا دكاتره اللي عند ايه طب اعمل كونكت اوديو يا جماعه اللي عنده كونكت اوديو
اللي عنده مشكلة يعمل كونكت اوديو. تمام؟ يلا. في زرار يا جماعة تابعوا بس حد من الشات معلش يتابع الدكتورة اللي عندها مشكلة ويقول لها. فأنا وأبو سيفين اتخانقنا. هو بيقول لي أنا هقراهم أدينين جوانين سيتوزين صينين A G C T. وأنا بقول له لا أنا هقراهم T C G A. T C G A. يبقى انا وانت اتخانقنا، يبقى وارد اي دكتور في الدنيا الاثنين يتخانقوا مع بعض، صح ولا لا يا ابو سفين؟ معايا؟ تمام. ونحط قاعده ان منين ما هاجي اقرا؟ اقرا من الناحيه خمسه واتجه ناحيه الثلاثه، يبقى انت قرايتك اللي صح. ادينين جوانين سيتوزين صينين. والقاعده دي عليها سؤالين في اليو وورلد، وهوريك جم السؤالين ازاي. القاعده دي عليها سؤالين. ان كده كده القرايه تبقى منين يا ابو سفين؟ من خمسة لثلاثة. منين؟ من خمسة لثلاثة. خمسة لثلاثة. يبقى منين ما اجي اقرا انا من ثلاثة لخمسة تقول لي اوعى اصحى للكلام، احنا متفقين ان القراية تبقى من خمسة وتتجه ناحية الثلاثة. آخر معلومة، هل التتابع ده مهم؟ يعني ان هو اي جي سي تي؟ ما هو يعني ايه المشكلة لما يبقى اي جي جي تي؟ هل التتابع ده مهم؟ اه طبعا مهم، لأن ده السيكونس ده اللي بيحمل الجينات الجينية. هو ده اللي بيحمل المعلومات الجينيه. يبقى انا قلت خمس معلومات هنا في البرايمر ستراكشر. اول معلومه انا بتكون ام بي جي ام بي سي ام بي تي ام بي واحط قبلهم دي سمول. اللي بيربطهم ببعض فوسفوداي استر بوند. الباك بون بتاعي فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر. اقرا من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ مفيش حاجه اسمها كده، انا بقرا من اتجاه خمسه واتجه ناحيه ثلاثة. بقرأ من اتجاه خمسة واتجه ناحية ثلاثة. هل التتابع ده مهم؟ اه هو ده اللي بيحمل الجيناتيك سيكونس. انا كده خلصت البرايمري ستراكشر، معلش ادوني عليها التمام عشان ادخل على السكند ستراكشر. شكرا يا دكتور ابو سفين. ادوني عليها التمام على الشات عشان ادخل على السكند ستراكشر. معلش بقى ادخل معايا يا دكتور محمد مصطفى. معايا دكتور محمد؟ يعرف يدخل بالمايك ولا لا؟ محمد مصطفى. ايوه دكتور شغال كده؟ زي الفل. يلا يا وحش. تعال نتكلم على السكند ريستراكشر، وانا وانت متفقين ان في السكند ريستراكشر هل انا هوصف حاجه مختلفه ولا هوصف نفس الدي ان ايه؟ بس لما ابص عليه بصه بعيده وهم ماسكين في بعض اوصف نفس الدي ان ايه، صح ولا لا؟ صح. في اثنين علماء اسمهم واتسون اند كريك، اساميهم ما تهمكش. تمام. حطوا الوصف ده وخدوا عليه جايزه نوبل، وهم خدوا نوبل واحنا شلنا الطينه. ان احنا نقعد نشرح الكلام ده، اه والله. هم خدوا نوبل بس على الوصف ده. الوصف ده خمس كلمات، تعالى هنبدأ مع بعض كلمة كلمة يا محمد كده ونحفظها ونفهمه. أول كلمة بيقول لك إيه؟ والله الكلمة دي بقى بص دي لوحدها يتاخد فيها نوبل يا جدعان، الكلمة دي إن هو يقولها بالطريقة دي لوحدها يتاخد فيها نوبل. وبقول للطالب منين ما حد يسألك على الدي إن إيه وتحب تختصره له في كلمة واحدة أقول له الكلمة دي. تو يعني اثنين. انتي بارلل ستراندد رايت هاندد هيليكس. انا مش فاهم حاجه. اه والله كده مش فاهم حاجه. طب معلش ثانيه واحده بستعين بورقه في الحته دي، خليك معايا اهو. بص يا محمد، اول حاجه تو يعني انا عندي اثنين ستراند للدي ان ايه، عندي اثنين ستراند للدي ان ايه. يعني ايه بقى انتي بارل؟ احنا اتفقنا ان اتجاه القرايه القاعده اللي حطيتها بيني وبين ابو دكتور ابو سيفين كانت ايه؟ ان انا اقرا خمسة لثلاثة ولا لازم اقرا من كام لكام؟ الله اكبر، يبقى لازم قرايتي تبقى من خمسة لثلاثة. خمسة لثلاثة.
هو يعني ايه كلمه بارلل؟ بارلل يعني متوازين كده، اسمهم بارلل. طب اللي بيفهم في الرياضه، مش اللي بيفهم في الطب، اللي بيفهم في الرياضه كده بارلل. طب وكده برضو بارلل. متوازيين، دول متوازيين ودول متوازيين، بس عشان هنا اسمهم بارلل وهنا في اتجاهين متعاكسين فنقول عليهم انتي بارلل. يعني ايه انتي بارلل؟ يعني واحده في اتجاه 5 ل 3 والثانيه 3 5، صح ولا لا؟ واحده في اتجاه 5 ل 3، يبقى دي كلمه ايه؟ انتي بارلل ستراند. انتي بارلل ستراند الاثنين بعد ما عملوا الانتي بارلل ستراند اهو، يعني بص اهو دي كده اهو واهو اهو كده بارلل، كده بارلل، كده انتي بارلل، كده بارلل، كده انتي بارلل. هما ايه؟ انتي بارلل. بعد ما هما الاثنين بقوا انتي بارلل عملوا على بعض، هما الاثنين تخيل بقى ان هما الاثنين اهو عملوا مع بعض هيليكس. ده شكل الهيليكس اهو، تعالى نعملها في واحده بس عشان يبقى سهل وواضح وباين للكل اهو. ده شكل الهيليكس، الشكل الحلزوني زي السوسته، وبيقولوا عليها العرب اللي قاعدين معانا مش هيبقوا فاهمين يعني ايه سوسته، يعني هما بيظنوا يعني السوسته، السوسته يقولوا حلزون او ليها اسم كده يعني. انا لان قبل كده شرحت العرب قعدت ربع ساعه افهمهم يعني ايه شكل السوسته. هو ده شكل السوسته، هو ده شكل الهيليكس، ولكن ما يقولكش بس هيليكس. ما هو كده هيليكس، كده اهو كده هيليكس وكده هيليكس، العك لف الناحيه الثانيه هيليكس، كده هيليكس وكده هيليكس. ايه الفرق؟ لو لفيت ناحيه ايدي اليمين فنقول عليها رايت هاندد هيليكس. الطلاسم اتفكت ولا ما اتفكتش؟ اتفكت، اتفكت كده. تو انتي بارل يعني واحد في اتجاه 5 3 والثاني 3 5. رايت هيليكس يعني عاملين شكل هيليكس. رايت هاندد يعني لافين ناحيه ايدي اليمين، يبقى رايت هاندد هيليكس. كده اتفكت الطلاسم، صح يا محمد؟ تمام. الطلاسم الجايه دي بقى عليها جملتين ام سي كيو. عليها يعني انا اقول لك فيها اربع جمل بس، اللي بيجوا في الاسئله جملتين. كومبلمنتري بيس بيرنج. يعني ايه كومبلمنتري بيس بيرنج؟ انا عندي ستراند هنا وستراند هنا. الباك بون بتاع الستراند ده ايه يا محمد؟ الباك بون بتاعه ايه؟ شوجر والفوسفيت. فوسفيت شوجر، فوسفيت شوجر، وده ايه؟ فوسفيت شوجر، فوسفيت شوجر. امال ايه اللي طالع من النص هنا وطالع من النص هنا؟ البيز. النيتروجين بيز بتاعتي، الله اكبر عليك، البيز. يقول لي البيز، هو ده الكلام. الادينين والجوانين واليوراسيل. يوراسيل ايه بقى؟ اصحى للكلام، انا بتكلم على دي ان ايه؟ صينين. هم دول اللي طالعين من النص. عايزين بقى يرتبطوا ببعض، صح ولا لا؟ هم هيرتبطوا ببعض بهيدروجين بوند. يرتبطوا ببعض بايه؟ بهيدروجين بوند. وهنا هيتحد الادينين مع الصينين بتو هيدروجين بوند، والسيتوزين اللي حرف السي واخده نفس شكل اللفه بتاعتها الجي، سيتوزين مع الجوانين بثلاث هيدروجين بوند. سبحان الله، الطلبه كانوا بيتلخبطوا وتحشيشه، قلناها كده وثبتت مع الطلبه ان السي والجي عشان واخدين شكل كيرفي كده فلازم يرتبطوا ببعض بثلاث نقط. طبعا الكلام ده هلس، هما ليه اتنين هيدروجين بوند وثلاث هيدروجين بوند؟ عشان حسب الاستراكشر بتاعهم. ولكن سؤالي بقى يا محمد اللي انا لسه قايله فوق المفروض للناس اللي فاهمه، اشمعنى الادينين راح مع الصينين؟ ليه ما راحش مع الجوانين مثلا؟ عشان الادينين اتنين والصينين واحده. الله اكبر. الادينين ده ايه؟ بيورين، والبيورين ده حلقتين. والجوانين ده ايه؟ بيورين، والبيورين ده حلقتين. لكن الصينين والسيتوزين حلقه واحده. الصينين والسيتوزين حلقه واحده، فهنا حلقتين وحلقه وهنا حلقتين وحلقه، فيفضل السلم والمسافه بين الاثنين ستراند دول كام؟ ثلاث حلقات، ثلاث حلقات، ثلاث حلقات.
مش في حته تبقى حلقتين وحته تبقى اربعه توسع، حته حلقتين وحته اربعه توسع، لازم المسافه تفضل ثابته. قول سبحان الله. كريم رافع ايده قصده ولا كده؟ كده شكلها كده. ماشي. يبقى دول الاثنين اللي ارتبطوا ببعض. اهي دي لوحدها فيها اربع مسائل. اسال اربع مسائل، اسال اربع مسائل. كده يا محمد عدد الادينين لازم يكون يساوي عدد الايه؟ صايمين. وعدد السيتوزين يساوي عدد الايه؟ الجوانين. تمام. طب اقول لك حاجه، وعدد البيورين كلهم اللي هو الادينين والجوانين لازم يكون يساوي عدد البيرميدين كلهم، صح ولا لا؟ اللي هو السيتوزين والصايمين. اسال بقى مسالي؟ اسال مسالي. نطلع على صبورتنا ونسال المسائل. اول مساله يا محمد، إذا كان عدد الأدينين يساوي 20% في الدي ان ايه، في الدبل ستراند الدي ان ايه، لو كان عدد الأدينين بيساوي 20% فإن عدد الجوانين يساوي، فإن عدد نسبة الجوانين بتساوي الادينين بتساوي الصايمين، يبقى الصايمين 20%. يلا واحده واحده، هو ده بقى المزاج والكيف. ادينين 20 والادينين بيساوي الصايمين، يبقى الصايمين 20%. حلو الكلام. والادينين الادينين والصايمين يبقى 40%. يبقى الاثنين مع بعض 40%. يبقى السيتوزين والجوانين اللي باقيين كام؟ يبقوا 60%. يبقى الجوانين كام؟ 30. الله اكبر. معلش يا جماعه، كله يديني التمام على الكونسبت ده. It is very very high yield concept. كله يديني التمام على الكونسبت ده. It is very very high yield concept. كله عرف جبنا ال 30 منين؟ تاني مسألة، اسأل تاني مسألة معلش. تاني مسألة. بيقول لك إذا كان نسبة الأدينين بيساوي 37%، شوف الرخامة، فإن نسبة البيرميدين بتساوي كام؟ دي جت مرة بس من لا مش ما يعني جت في امتحان من الامتحانات، مش في اليوسين. نسبة البيرميدين يساوي كام؟ يلا يا محمد. برضه أنا يبقى الصايمين 37%. ايوه. يبقوا الاثنين، يبقى الاثنين 74. ها 74. طيب يبقى باين لك كام؟ 80. يبقى باين كام؟ 26. 26. يبقى الصايمين كام؟ 13. طب يبقى البيرميدين كلهم كام؟ يبقوا 13 و 37. يبقى كام؟ يبقى 50%. زعلان منك، انت جاوبتها صح بس زعلان منك يا ابني. كده كده قايل لك البيورين بيساوي هو عدد البيرميدين، يبقى كده كده الله عليك يا دكتور مأمون، بيقول لك لوجيكالي نص الدي ان ايه لازم يبقى بيورين ونص الدي ان ايه لازم يبقى بيرميدين. يبقى يقول لي ايا كانت النسبه 37 36 ونص 11 ونص، يسالني عن بيرميدين عن بيورين، كده كده نص الدي ان ايه بيورين ونص بيرميدين. عشان كده كده قصاد كل حلقتين في حلقه، وقصاد كل حلقه في حلقتين، فكده كده نص الدي ان ايه بيرميدين ونص بيورين، يبقى النسبه كده كده 50%. صح ولا لا؟ صح. فهمت اللعبة؟ أدي تاني مسألة. تالت مسألة. قال والله أنا مبسوط بيكم، والله مبسوط بيكم. تالت مسألة. قال لك كان موجود نسبة الأدينين 30% ونسبة الجوانين بتساوي 25% ونسبة الصايمين يساوي 15%
20% ونسبة كده دول 15 و25 يبقى كام؟ 40 و استنى خلي دي بقى ايه؟ 40 تمام؟ بنسبة الأدينين 40، نسبة الجوانيني 25، نسبة الصيمين 15، باقي لنا كده مين اللي ما جبناش سيرته؟ نسبة السيتوزين، السيتوزين يساوي 10 كده صح؟ اللي لا 20. دكتور مش حضرتك قلت إن البيراميدين 50 والبيورين 50 ازاي هنا أدنين وجوانين أزيد من 50%؟ طب اسمع بقى السؤال، اسمع السؤال. يبقى ده انهي دي ان ايه؟ هل ده ينفع؟ يبقى السؤال بقى ما جالهمش كده الصراحه، او ما جاش في اليو ورلد كده، قاعد يقول لك هل يبقى ده دي ان ايه بتاع الميتوكوندريا، ولا دي ان ايه بتاع النيوكلياس، ولا دي ان ايه بتاع الفيروس، ولا دي ان ايه بتاع البكتيريا اللي هو البلازميد؟ الله على الناس اللي بترد. شوف ردوا قالوا لي ايه يا دكتور محمد، قالوا لي يا دكتور يستحيل ان النسب دي تكون معقوله، المفروض الادينين يساوي الصينين، ده الادينين 40 وده 15 والجوانين 25 والسيتوزين 20 ودول مش 50 50، يبقى يستحيل يعمل دبل ستراند دي ان ايه، يبقى ده سنجل ستراند دي ان ايه، يبقى ده ايه؟ سنجل ستراند دي ان ايه. يبقى انا بتكلم على فايرال جينوم، فايرال جينوم. ادي جت يور جاب لك الرسومات دي كلها والارقام دي كلها، وبعدين قال لك هل الدي ان ايه ده بتاع النيوكلياس ولا بتاع الميتوكوندريا ولا بتاع البلازميد ولا بتاع الفايرال جينوم؟ كلهم دبل ستراند، يبقى كلهم عدد الادينين يساوي الصينين والجوانين يساوي السيتوزين. لما الاقي الارقام مش قاعده تعمل كده يبقى اكيد ما عملوش دبل ستراند، يبقى ده سنجل ستراند. مين اللي الدي ان ايه بتاعه سنجل ستراند؟ الفيرال جينوم. لقطها يا محمد ولا لا؟ عاليه. ايه؟ عاليه. ايوه عاليه، اللي لقطوها يدوني التمام. اللي لقطوها يدوني، انا لسه ما جيتش لاصعب مساله، لسه ما جيتش لاصعب مساله، دول ثلاث مسائل اهم بيجوا. شفت بقى؟ شفت بقى ترجمة اليوزمل لكلمة كنت بتاخدها عندك في البايو كومبلمنتري بيس بير وتسيبها وترميها وتمشي؟ شوف الكلام. تمام، كلام جميل. بلاش بلاش بلاش، ماشي يا دكتور مأمون، كلام عالي صح، كلام ممتاز صح، بس بلاش عشان ما نلخبطش الناس. طيب النقطة اللي معانا الباقية، وانا هكتب لحضرتك تتابع وهتقول لي التتابع المكمل ليه صح ولا؟ شوف سهله خالص ازاي، هقول لك تتابع وتقول لي التتابع المكمل ليه ايه، وهكتب لك خيارات كمان. تتابع جي سي اي تي تي اي تي سي سي جي اي تي سي اي سي. بص بقى اختار لي من الخيارات. احط لك خيارات اهو عشان ايه الدنيا تبقى سهله. يبقى سي جي تي اي اي تي اي جي جي سي تي اي تي جي. وبعدين بقى هو ده سي سي، اصبر طيب واحدة واحدة، سي سي جي تي اي تي تي سي اي 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 جي تي جي جي جي. وبعدين راح حط لك بقى، بيحط لك دايما خيار فيه يوراسيل، سي تي يو يو عشان يوراسيل يعني، ماشي سي تي اي تي 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 اي تي تي اي تي. وبعدين يروح حاطط لك خيار برضو جي تي اي تي سي جي جي اي تي مثلا اي اي تي مثلا جي سي، ويروح حاطط لك الخيارات دي
ويروح سايب. يلا انهي خيار يا وحش؟ الاجابه الصح اول واحد. الله اكبر. يلا كله معلش يا جماعه يجاوب لي السؤال ده على الشات عشان نشوف الناس وصلت لها الفكره ولا لا. يبقى دكتور محمد اختار اول واحد فده ايه؟ معلش اختاروا لي الاجابات A B C D. يلا اختار A B C D. A A A A A A A. على فكره السؤال ده جه في كابلان كذا مره وموجود في كذا كويشن بانك. A A. اه ده في اجماع يا باشا، ده في اجماع، ده انت كده دخلت مجد. كلكم اخترتوا ايه؟ مبروك، الاجابه غلط 100%. شفت بقى؟ طلع بتطلع لنا لسانك ليه بقى؟ انت زعلتني، كسرت القاعده اللي بيني وبينك. انا في قاعده بيني وبينك قايله ايه يا دكتور محمد؟ لازم اشوف 5 ل 3 صح؟ ان انا القرايه بتاعتي منين لفين يا محمد؟ 5 ل 3 5 ل 3 اجابتك تبقى صح لو الاجابه هنا 3 5، لكن معنى انه ما حطلكش ارقام يبقى كل الاجابات دي ايه؟ 5 3 صح ولا لا؟ فهل معقول ان الاجابه دي لما نيجي نحط الكومبلمنتري تحت، لما احطه تحت المفروض يبقى كام؟ 3 5 صح ولا لا؟ يبقى اجابتك دي صح لو هو من 3 ل 5، لكن انا لما اجي اقراه اقراه من كام؟ من 5 ل 3، يعني اقراه بالايه؟ بالعكس. فتبقى الاجابه انهي؟ المعكوس بتاع ده اللي هو دي جي تي اي تي، هتلاقي ده معكوس ده اهو جي تي اي تي، تلاقي معكوس ده. لانك لما بتيجي تقرا تقرا من الاجابه الايه؟ من 5 ل 3، فالاجابه الصحيحه هي 4. والسؤال ده بقى لما بيجي يا جابوا لنا جمله سهله، الله على السهوله، الله على الحلاوه، ومحدش لقط التك. معلش يا دكاتره انا عارف ان كنتم تكون ناس ما لقطتهاش، فاللي لقطها يديني تمام، اللي ما لقطهاش يقول لي ويدخل معايا عشان نعيدها مع بعض تاني. كله يا جماعه ردوا عليا على الشاب بقى، خلوا المشاركه اكتف بقى، خلوا المشاركه اكتف. اللي لقطها يديني تمام، اللي ما لقطهاش يدخل معايا على الشات. لقطها يا محمد صح ولا لا؟ تمام. دول الاربع افكار كلهم اللي جم في كلمه واحده، كلها مبنيه على فكره واحده، ان كل A قصادها T وكل C قصادها G. طب اقول لك تكه خمسه في الموضوع ده؟ لما هاخد الريبليكيشن المرة الجاية، لما اخد الريبليكيشن المرة الجاية هقول لك ان المكان اللي بحب ابدا بيه الاوريجين اوف ريبليكيشن اسمه اوري سي. المكان ده غني بالادينين والساينين. اشمعنى؟ المكان اللي بحب ابدا افصل عنده الدي ان اي عن بعضهم عشان اعمل ريبليكيشن افصلهم عن بعض، المكان ده بيبقى غني بالادينين عشان والصينين. عندي الروابط اثنين فسهل. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيكيفني؟ ايوه، لان عدد البوند بتاعتهم 2 هيدروجين بوند، فسهل اعمل الله على الاكسبريشن اللي قاله دكتور مأمون. الله على الاكسبريشن بسهوله اقدر اعمل له ميلتنج، ميلتنج تمبريتشر، ميلتنج تمبريتشر دي يا دكاتره يعني اللي تقدر الحركه اللي تقدر تفصل الدي ان اي عن بعض، اللي هي حاجه اسمها ديناتوريشن اوف دي ان اي. مبسوط جدا منكم يا دكاتره. ماشي، تعبتك يا محمد معايا؟ لا مفيش مشكله يا دكتور. انت جيت في السكندري نعمل ايه بقى؟ يبقى تو انتي بارال ستراند رايت هاندد هيليكس، تاني كومله كومبلمنتري بيس بير، وقلنا عليها 5 مسائل اهو. ادي بص، ادي انتي بارال ستراند رايت هاندد هيليكس، واحد من اتجاه 5 3 والتاني 3 5 ولافين ناحيه الرايت هاند، وبين الاثنين ادينين والصينين 2 هيدروجين بوند 2 هيدروجين بوند، لكن السيتوزين والجوانين 3 هيدروجين بوند 3 هيدروجين بوند. في بقى حاجة اسمها بيز ستيكنج ما تهمنيش قوي في اليو اس ام ليج. يعني ايه بيز ستيكنج؟ ببساطة كده انت دلوقتي ربطت لي الهيدروجين بينها وبين بعض كده، لكن وارد مثلا تكون اهو السلالم مسافتها واحدة صح ولا لا؟ اهو اهو مسافة بينها واحدة، لكن وارد يكون بقى سلمتين قريبين من بعض
وبعدين عادي وبعدين سلمتين بعاد عن بعض. ايه اللي يخلي المسافه بين السلالم واحده؟ حاجه اسمها بيز ستيكينج فيري فيري يورويند، اللي بيحافظ عليها حاجه اسمها فاندر فيلز وهيدروفوبيك انتر اكشن. مش مهم مش مهم، يهمني بس الكلمه الاخيره دي، ان الشكل اللي انت شايفه قدامك ده اسمه سبايرال يعني حلزوني، ستيركيس يعني سلم حلزوني. مين بيشوف افلام ابيض واسود قديمه؟ في سلم اسمه سلم الخدامين، عارفينه؟ سلم الخدام، بلاش سلم الخدامين، سلم الطوارئ عشان ما يبقاش فيه عنصريه، سلم الطوارئ. عارفين سلم الطوارئ؟ عارفه يا ابو سيفين؟ ادخل معايا ابو سيفين، عارفه؟ اللي هو سلم داير ما يدور كده. لا يا دكتور مش عارف. اللي هو احيانا بيبقى موجود في المستشفيات يا دكاتره، لما يبقوا حابين يعملوا سلم ومفيش سلالم، يعملوا سلم حديد كده، بيبقى سلم حديد داير ما يدور كده حوالين نفسه. ايه يا جماعه؟ طب اللي عارفه يقضي يقول لي يا جماعه. اي الملتوي يا دكتور اروى، الله. شوف يا دكتور اروى تقول لك اتقصد ذلك السلم الملتوي؟ ايوه. اتقصد ذلك القناص الماهر؟ ايوه، هو ده السلم الملتوي. السلم الملتوي هو ده اللي لافف يا جماعه، ده الدايره. مفيش ولا نفر عارف السلم الخدامين؟ مفيش ولا نفر 1990؟ ايه يا جدعان؟ محمد مصطفى عارفه ولا ايه؟ اه عرفناه. ايوه الدكتور امين عرفه. طب معلش ادخل معايا بقى يا دكتور امين. السلم ده عباره عن طرابزين. انا اقعد اقول لدكتور امين من العراق، امين من العراق، احمد هدايه، ادخل معايا احمد هدايه. مش عشان حاجه يا دكتور امين، لان الطرابزين ده انت مش هتفهم انا اقصد ايه. ايوه ايوه يا دكتور. انت فاهم الطرابزين؟ لا. مش فاهم يعني ايه الطرابزين. يا احمد هدايه ادخل معايا. اه دكتور حضرتك. الطرابزين اللي هو بنسند عليه يا جماعه واحنا طالعين، اللي هو بنسند عليه ايدينا. لو انا تخيلت ان دي ان ايه؟ عباره عن طرابزين وعباره عن سلالم. الطرابزين ده يا جماعه اللي بتدرسوا عليه بتسندوا عليه ايديكم والسلالم. الطرابزين بتاعي عباره عن ايه بقى يا احمد هدايه؟ لو قلتها تبقى ولد. الترابزين اللي هو اللي هو النيوكليو الباك بون، اللي هو ايه؟ فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر. ايوه الباك بون بتاعي فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر، وهنا فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر. طب والسلالم يا دكاتره؟ والسلالم؟ السلالم اللي هي النيتروجين بيز، وايه تاني يا كريم؟ والهيدروجين بوند اللي بينهم. النيتروجين بيز والهيدروجين بوند اللي بينهم. فهمنا هذا التشبيه؟ سبايرال ستيركيز، اتقصد ذلك السلم الملتوي؟ هو ده السلم الملتوي. ماشي. يلا يا دكاتره. الدايمنشنز ما تهمنيش. دي بقى برضو مش هقولها دلوقتي، دي ناتيوريشن. يعني ايه؟ يعني افصل التو ستراند عن بعضهم. في درجة حرارة اسمها ميلتنج تمبريشر، دي درجة حرارة بيبقى عندها 50% من الدي ان ايه حصل له دي ناتيوريشن. مش عايز الكلام ده كله، مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز. ندخل على انا كده خلصت الخمس كلمات، ادخل على التيرشري ستراكشر. ومعلش خليك معايا يا احمد يا هدايا. التيرشري ستراكشر يعني ايه؟ خلي بالك انا بوصف نفس الاوضه، هو الدكتور بوصفه، يعني انا نفس وصف البرايمري. رجعت ورا وصفته وهو لافف في سبايرال سيرجين، رجعت ورا خالص لففته وهو مضغوط على نفسه. فانا عندي نوعين من الدي ان ايه، نوع اسمه سيركولار دي ان ايه دائري، وده التيرشري ستراكشر او السوبر كويلنج بتاعه سهل. لا اما الفه كده، لا اما الفه كده، لا اما الفه كده او دائري اهو يا احمد يا داي. لفيته كده بقت رايت هاند، لفيته الناحيه الثانيه بقى ليفت هاند اهو. يبقى التيرشري ستراكشر رايت هاندد، السيركولار لفيته لا اما رايت هاندد لا اما ليفت هاندد. في صعوبة سيركولر يا أحمد معايا؟ في صعوبة؟ أحمد هدايا، أي حد تاني؟ عبد الرحمن ادخل معايا، ادخل معايا عبد الرحمن. ما فيهوش صعوبة. طب أنتوا سامعيني يا دكاترة؟ هو ممكن يكون أنا النت فصل عندي أو حاجة؟ أيوة دكتور. أه سامعيني كده الحمد لله. فالسيركولار سهل، يا اما بلفه ناحيه اليمين لا لفه ناحيه الشمال، مفهومه صح؟ المشكله في المين؟ في اللينير. اللينير ليه طريقتين لللف،
طريقة اسمها تروديال، يعني ايه؟ ألفه على حاجة، أجيب بروتين مثلا وألفه عليه، والبروتين ده اللي هو هناخده بعدين اسمه هيستون، وأقعد ألفه عليه، دي الطريقة اسمها ايه؟ تروديال، بلفه على حاجة. الطريقة دي سهلة جدا، عارف عاملة زي ايه؟ تعرف حاجة اسمها رولو؟ مش هتعرف الرولو. لا مش هتعرف الرولو، ما انت ولد مش هتعرف الرولو. البنات عارفه الرولو. الرولو ده يا احمد عبد الرحمن خليك معايا بس عشان انا ببوظ اخلاقك برضه. الرولو ده عباره عن ايه؟ شوف طالب طب ما يعرفش الرولو. عارف انا الموضوع ده شرحته قبل كده، طلبه علاج طبيعي واسنان وبتاع، اول ما قلت الرولو لقيت لك الولاد هم اللي بيقولوا لي يعني ايه الرولو مش البنات. الرولو ده بيلفوا عليه الشعر يا احمد، تمام، وبعدين يسخنوا الشعر ويروحوا ينزلوا كده، بعد ما يسخنوه فينزل الشعر ملولو يا احمد يا عبد الرحمن، هو ده اسمه الرولو، تمام. فانت بالظبط لافف الدي ان ايه على البروتين زي لفه الشعر على الرولو. يا بيه بنلف بكره على حاجه، بكره ايوه بنلف بكره على... حلو قوي، نلف بكره على حاجه مفهوم يا عبد الرحمن، لف بكره على حاجه. الرولر، الله، شوف الكلام. الرولر يا دكتور، قولي الرولر يا دكتور. هم يقولوا عليه رولر بالانجليزي، يقولوا عليه بالفرنساوي رولو، اي حاجه يا دكتوره، اي حاجه تمشي. في طريقه ثانيه يا عبد الرحمن بقى اسمها انتر ووند، ودي ما تهمكش قوي، انك بروح تاني كده ولفه حوالين النفس. انا تهمني طريقه التروديال لاني هحتاجها تحت دلوقتي. الترشري لو ييلد انا مش محتاج منه حاجه. شكرا يا عبد الرحمن. تسلم يا دكتور. كلام جميل. هفرجكم على فيديو دلوقتي بقى. هذا الفيديو بيحاول يحل معضله غريبه جدا. المعضله دي بتقول ان عندي طول الدي ان ايه يصل الى كذا متر. يصل الى كذا متر. أنا عايز أحشره جوه الأورجن، لا 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 لا. أنا عايز أحشره جوه الخلية، لا 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 لا. أنا عايز أحشره جوه النيوكليوس، فعايز أضغطه جامد جدا. الضغط ده بقى ليه هندسة، ليه طريقة كده. هفرجكم على فيديو بس عشان حتى تريح دماغك مني شوية. إزاي بيتم هذا الضغط، ثم أنا أشرح هذا الإيه؟ الفيديو. يا جماعة لما الناس تقع مني قولوا لي، عشان أنا عارف إن حصتين البيزك دول هيبقوا تقال. الحصص العادية أنتوا بتقعدوا معايا ثلاث أربع ساعات ما بتزهقوش. حصة البيزك عشان قاعد أحشر في دماغك قواعد هتبقى تقيلة. فلما الناس تقع اعملوا لي كده، وقعنا يا دكتور، ارحمنا يا دكتور كده. يلا. اتفرج على الفيديو أهو. احنا عندنا 23 كروموزوم، 22 اللي هم اوتوزومال، واحد اللي هو السكس كروموزوم، بس 23 بيز بير يعني اثنين. ده الكروماتين بتاعنا. دبل ستراند دي ان ايه؟ بص بقى ايه اللي حصل. هتيجي هيستون وهشرح ايه الهيستون ده وبيتكون ازاي، بس هذا الهيستون بص هيتلف حوالينه دي ان ايه. بص يا عبد الرحمن هيلف بأنهي طريقة؟ هيلف بطريقة الايه؟ التروديال زي الرولو. بص اهو الشعر زي ما كأنك بتلف حوالين الشعر، لف يا معلم. شايف السبيلنج الهندي؟ هيستون اوكتمار الدي ان ايه؟ هيكون حاجة اسمها نيوكليزوم. بعد ما يتلف يكون لي شكل اسمه السولينويد، هناخده برضو. نيوكليزوم مع نيوكليزوم مع نيوكليزوم يعملوا شكل وردة روزيت، وبعدين يكون لي السولينويد.
هو كمان السولونويد ده يتلف. بصوا يا جماعه الاسود الرصاصي ده والرصاصي ده هو ده الفوسفيت شوجر. فوسفيت شوجر اللي في النص دي بيس بيرنج. البيس بيرنج اللي بيحصل لو تاخد بالك هم اربع الوان قاعدين يتكرروا. وهتلاقي دايما الاحمر مع الاخضر عشان دايما مثلا القديم مع جوه، والازرق دايما مع الاصفر مره هنا ومره هنا. حلوه كده، حلوه كده. تعالى نتكلم بقى على الهستون بروتين ده. سبحان الله الهستون ده اللي احنا ايه هنلف حواليه الدي ان ايه. ركز معايا بقى عشان تفهم اللعبه. الدي ان ايه اسيدك ولا بيزك؟ الدي ان ايه اسيدك ولا بيزك؟ الدي ان ايه اسيدك؟ ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد. ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد اسيد يبقى اسيدك. طب يلا يا دكاتره، الاسيد ده وكونه كمان بيحتوي على فوسفيت، الاسيد ده يحتوي على بوزيتيف تشارج ولا نيجاتيف تشارج؟ دايما متعودين ان اسيد يبقى نيجاتيف تشارج ولا بوزيتيف تشارج؟ نيجاتيف تشارج. يبقى الدي ان ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يحتوي على تشارج كتير فيه ايه؟ نيجاتيف. ممتاز ممتاز. يبقى عشان الفه على هيستون، الهيستون ده المفروض يبقى ايه عشان الف كويس؟ شغل دماغك وافهم نقطه نقطه جت منين. الهيستون ده لازم يبقى ايه عشان الف عليه كويس؟ بوزيتيف تشارج. يبقى هذا الهيستون بوزيتيف. بوزيتيف تشارج يعني يحتوي على امينو اسيد. اسيدك ولا بيزك؟ يحتوي على امينو اسيد. اسيدك ولا بيزك؟ ما هو الاسيدك نيجاتيف يبقى امينو اسيد ايه؟ بيزك. عشان كده يا ابني هيقول لك ان الهستون بيحتوي على اللايسين والارجينين. ما هو الارجينين واللايسين دول هم البيزك. انا خدهم في البروتين هم بيزك امينو اسيد. الارجينين واللايسين بيزك امينو اسيد، والبيزك امينو اسيد بوزيتيف تشارج، ومعاهم الهيدروكسيلايسين كمان لو الناس عايزه تتمزق. ارجينين ولايسين بيزك تشارج يبقى بيزك. عبد الخالق اتخطبت يا ولاد. ايه؟ عبد الخالق اتخطبت. استاذ عبد الخالق شايفاه في المواصلات المره اللي فاتت. اتخطبت. شكل فيه غلط حصل. ماشي. خلوا بالكم من المايك كده كده. يبقى الهستون بيزك بوزيتيف تشارج وبيزك. والدي ان ايه نيجاتيف تشارجد واسيدك. يبقى هيعرفوا يلفوا حوالين بعض ولا لا؟ يلفوا حوالين بعض. كلام جميل، كلام جميل. الهستون دول عندي اربع انواع. لا مش عندي اربع انواع، عندي من واحد لاربعه. يبقى كم نوع؟ يبقى اربعه. غلط، لان اثنين في منه 2A و 2B. عندي هستون واحد 2A 2B 3 4. يبقى عندي كم هيستون نوع؟ كم نوع؟ 5. هنركن الهيستون واحد ده على جنب، هنركن واحد ده على جنب. يبقى بقى عندي مين؟ 2A و2B و3 و4. يبقى عندي كم نوع باقيين؟ 4. لو من الاربعه دول كل واحد خدت منه 2 كوبي، 2 كوبي يعني خدت منه نسختين، يبقى 4 في 2 يبقى كام؟ 4 في 2 يبقى كام؟ لا 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 ايه يا جماعه اتفعلوا يا جماعه اتفعلوا يا جماعه اتفعلوا. 4 في 2 يبقى كام؟ 8. 4 في 2 اهو، ما انا خدت 2A و2B و3 و4، خدت من كل واحد 2 كوبيز نسختين، بقى عندي 8. عشان كده بنقول المركب اسمه اوكتا يعني 8، مير يعني قطعه. عشان كده بنقول عليها القطعه الثمانيه اوكتيمر.
افهم يا ابني الاسامي جت منين، افهم وتعلم وتمزج وتكيف. انا عندي 2 A و2 B و3 و4 دول 4، خدت منهم نسختين يبقى 8. 8 باللاتيني يعني اوكتا، يبقى نقول اوكتيمر، يبقى بنكون حاجه اسمها هيستون اوكتيمر. وعرفت جت منين كلمه اوكتيمر؟ الهيستون اوكتيمر ده اللي هلف حوالينه الايه؟ الدي ان ايه، هو اسمه اوكتيمر. لما لف حوالينه الدي ان ايه يتحول اسمه الى نيوكليوزوم، يبقى اسمه ايه؟ نيوكليوزوم. يبقى ايه هو النيوكليوزوم؟ سالت طالب مره قلت له يا ابني ايه النيوكليوزوم؟ ما عرفش يرد. هو الاوكتيمر وانت لافف حوالين الدي ان ايه، يعني هو هيستون 2A و2B و3 و4 كل واحد منه نسختين يبقى اوكتيمر، ولافف حوالينه الدي ان ايه. بنلف حوالينه هو قد ايه؟ 140 بيز بير، مش مهم الرقم. يبقى بص معايا على الشكل كده، بص معايا على الشكل. اول حاجه قلناها ان عندي ارجينين ولايسين عشان دول بوزيتيف تشارجد مع الدي ان ايه اللي نيجاتيف تشارجد. عندي خمس انواع، عندي 2A و2 B و3 و4 كل واحد خدت منه 2 كوبيز، يبقى عملت هيستون اوكتيمر. لفيت حوالينه الدي ان ايه يبقى كونت النيوكليوزوم. كونت ايه؟ النيوكليوزوم. اهو بص 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 اهو 2A 2B 3 4 كل واحد منه نسختين، عامل لك تحت دايرتين كده كل واحد منه نسختين يبقى اوكتيمر. لفيت حوالينه الدي ان ايه يبقى الشكل اللي اتكون قدامي ده الايه؟ النيوكليوزوم. عندي نيوكليوزوم ونيوكليوزوم ونيوكليوزوم ونيوكليوزوم، اهو ادي نيوكليوزوم ونيوكليوزوم 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 ونيوكليوزوم. عايز اربطهم ببعض، اجيب مين بقى؟ هيستون واحد اللي كنت راكنه. اجيب مين؟ هيستون واحد اللي كنت راكنه. عشان كده يسموه بعض العلماء العباقره يقول لك ايه ده اللي بيربط، فنسميه لينكر هيستون او لينكر دي ان ايه. لينكر هيستون بيرتبط مع الجزء الدي ان ايه اللي باقي ده اللي هم ال 60 بيز بير اللي هم اسمهم لينكر دي ان ايه، ويربطهم ببعض 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 عشان يكون هذا الشكل. بصوا يا دكاتره، حجم الدي ان ايه هنا، ركز معايا عشان الجمله دي اتسالت في اليو وورلد، العرض بتاعه 10 نانومتر. في النيوكليوزوم عرضه كام؟ 10 نانو. تحول لهذا الشكل 30 نانو. قم سألك في اليو وورلد انهي جزء انهي هيستون اللي حول ال 10 نانو ل 30 نانو؟ انهي هيستون؟ واحد ولا 2 A ولا 2 B ولا 3 ولا 4؟ هيستون واحد. اللينكر اللي بيربط هيستون واحد هو اللي حول النيوكليوزوم ال 10 نانو الى 30 نانو. طب يا دكتور ده 30 نانو دول يبقى حجمهم كبير. يا ولا ده ال 10 نانو ده واحد، ال 30 ده مضغوط لسته هم، والروزيتا هيضغطوا هم كمان ويعملوا سولينويد ويقعدوا يضغطوا اكتر واكتر. اللي فهم ازاي بيتم ضغط الدي ان ايه حلو، اللي ما فهمش هيبص معايا على الفيديو تاني ويقول بقى انا لقطت. اللي ما فهمش بقى بعد الفيديو تاني، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش هتفهمها خلاص. تعال بقى بص على الفيديو بقى دلوقتي وتكيف. 23 كروموزوم بير، 22 اوتوزوما الواحد سكس اللي هو اكس اكس او اكس في الميل واكس واي ان ميل. ده الكروماتين. بص دبل السم. يلا يا دكاتره، القطعه اللي جت دي عندي اللي هي 4 في 2 هي دي اسمها ايه؟ اوكتيمر. ثانيه
طب معلش يا دكاتره دقيقه بالظبط هعمل تليفون ضروري جدا دقيقه معلش يا دكاترة يلا نكمل يبقى ده الشكل اللي قدامي اللي هو الاوكتل 2A و2B و3 و4 فيهم 2 لف حواليهم الدي ان ايه اللي هم 160 بيس بير 140 بيس بير لما يلف بقى ده الشكل اللي اتكون اسمه نيوكليوزوم بص بقى ده كده اسمه نيوكليوزوم عشان يبقى في كذا نيوكليوزوم عندي وارتبط كذا نيوكليوزوم ببعض بص بقى الشكل ده ده نيوكليوزوم ده نيوكليوزوم اللي بيربطهم ببعض اللينكر اللي هو هيستون اللينكر دي ان ايه او السبيسر دي ان ايه اللي هو ماسك عليه مين هيستون 1 ايه هو اللي حول ال10 نانو الى 30 نانو ده بقى شكل السولونات بس خلاص مش يلا يا دكاتره ادوني تمام انكم فهمتوا دي لوحدها ات از فيري فيري هاي ييلد كونسبت لليو اس مي مش للبيزك لليو اس مي ادوني تمام انكم فهمتوها اللي فهمها كده من اول مره خير فهمها من ثاني مره خير فهمها من الفيديو ثالث مره تمام ما فهمهاش لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا جماعه ردوا عليا يا جماعه عبروني يا جماعه ماشي لما الناس تفصل بقولوا ده الباكينج بتاعنا مش عايز كل ده مش عايز منه حاجه كل ده مش عايز منه حاجه كل ده مش عايز منه حاجه عشان بس اللي هيبقى طابع البي دي اف يبقى عارف انا ضاف فين انا عايز هذه المقارنه معلش يا دكاتره فصل الحاجات اللي انا عديتها تتعدى عشان اللي طابع البي دي اف يشطب على الحاجات دي مش عايزينها طيب هاجي هنا بقى عند المقارنه دي معلش بقى حد عايز حد معايا هو اللي يدخل يقول له مقارنه المقارنه دي المفروض ما اقولش فيها حاجه يلا يا دكتور كريم دكتور كريم لسه اول مره معانا يلا دكتور كريم يلا يا دكتور كريم معانا انميوت كده واتكلم معانا يلا يا دكتور اهو دكتور كريم معانا تعال نقارن بين الدي ان ايه والار ان ايه انا هقول لك وجه المقارنه وانت تقول لي البيورين اللي عندنا اللي هم الادينين والجوانين موجودين في الدي ان ايه ولا الار ان ايه والصوت شكله بيأخر موجودين في الاثنين موجودين في الاثنين امال البايرميدين مين اللي موجود في الاثنين في البايرميدين السيتوزين وطيب امال اليوراسيل موجود فين والصايمين موجود فين في الار ان اي
معلش يا دكاترة بعتذر تاني. اليوراسيل موجود في الـ RNA والصيمين موجود في الـ DNA. طب نوع السكر في الـ DNA اسمه ايه والـ RNA اسمه ايه؟ نوع الشجر ديوكسي رايبوز في الـ DNA والـ RNA رايبوز. والـ RNA رايبوز. الستراند في الـ DNA دبل ستراند، وفي الـ DNA والـ RNA سنجل ستراند غالبا. انواعه هنا ما يهمنيش اللي هو الـ A تايب والـ B تايب، بس عندي سيركولار ولينير. لكن انواع الـ RNA mRNA tRNA rRNA. مكانه موجود فين؟ في النيوكليوس دي ان ايه وفي الميتوكوندريا دي ان ايه. اما الار ان ايه موجود في السيتوسول وموجود قليل منه في النيوكليوس والميتوكوندريا. وظيفه الار ان ايه تصنيع البروتين، وده هناخده المره الجايه. اما وظيفه الدي ان ايه هو الجيناتيك انفورميشن. طب معلش بقى، ده يفكرنا ان في حاجه اسمها ميتوكوندريال دي ان ايه. معرفش احنا عديناها هنا ولا هي موجودة فين؟ موجودة فين؟ أهو ارجع معايا هنا، ميتوكوندريال دي ان ايه. شكرا يا دكتور كريم، شكرا. عفوا. الإنسان وخلايا الإنسان لا تحتوي على الدي ان ايه فقط في النيوكليوس، ولكن يوجد أيضا جزء من الدي ان ايه. أنا فاضل شغال لغاية لما الناس تقول فصلت، بعد ما فصلت دي ادوني بعدين 10 دقايق كده ولا حاجة، إيه أبقى بلم موضوع اللي أنا فيه. أنا عارف إن البيزك تقيلة فأنا عاذركم يعني. الميتوكوندريال دي إن إيه الموجود في الميتوكوندريا. ولكن سؤال، الميتوكوندريا بتاع حضرتك بتاخدها منين؟ والإجابة إجابة وقحة جدا، بتاخدها من أمك. وأنا باخدها من أمي، هي مش شتيمة ولا حاجة. كلنا بناخد الميتوكوندريا بتاعتنا من الام. ليه؟ افهم كل حاجه. ليه ما تاخدش المعلومه وخلاص؟ انا باخد الميتوكوندريا من الام، انا باخد من الميتوكوندريا من الام وخلاص. لا، افهم المعلومه. وذلك لان الاوفم بتاعت حضرتك بتحتوي على ميتوكوندريا. طب هل ده معناه ان السبرم ما بيحتويش على ميتوكوندريا؟ في طلبه تقول لي السبرم ما فيهوش ميتوكوندريا. حمار يا ولا، سبرم ما فيهوش ميتوكوندريا، امال هيتحرك كل الحركه دي ازاي؟ السبرم فيه ميتوكوندريا، ولكن السبرم عندي بيتكون من هيد ونيك وبادي وتيل. الميتوكوندريا موجوده هنا في النيك، لكن الجزء اللي بيدخل جوه الخليه اللي هو الاوفم، جوه اللي بيدخل جوه الاوفم هو الهيد بس، والباقي ده ما بيدخلش. فالسبرم ما بيدخلش بالميتوكوندريا بتاعته. فانا واخد الميتوكوندريا من امي، وانت واخد ميتوكوندريتك من امك. بلاش من امي وامك، عشان من يور ماذر ومن والده حضرتك ومن مامي. تمام، انا واخد الميتوكوندريا من مامي، وانت واخد الميتوكوندريا من مامي. تمام، ده كلام جميل. فالميتوكوندريا بالام ماترنال انورجي. وظهر كوميك مره على الفيس كده بيقول لك الحاجه الوحيده اللي امك بس اللي تقدر تديها لك، فكان جايبين لك طالب طب وهو بيجاوب بيقول لك ايه؟ حاطط لك الميتوكوندريا. مش يقول لك الحنيه ولا لا، هي الميتوكوندريا، هي دي الحاجه الوحيده اللي تقدر تديهاني وابويا ما يديهاليش. فهي ماترنال انورجي. احيانا الميتوكوندريال دي ان ايه يبقى هي ماترنال ان اورجن. ماترنال ان اورجن هم عباره عن ايه؟ عن دي ان ايه وشويه ار ان ايه، ار ار ان ايه وتي ار ان ايه. ولكن سؤالي هنا، وعلى فكره ده كان بيجي للطلبه بقى مش ليكم انتوا في نيوس، يقول له الاورجانيل اللي جواه دي ان ايه وار ان ايه في نفس الوقت، فهو غالبا بيتكلم على الميتوكوندريا. كلام جميل. لما يحصل ديفكت في الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا بيعمل امراض اسمها وهن في العضلات، او تعب، او مشكله في العضلات، في عضله يعني مايو، وباثولوجي يعني باثي، فيعمل حاجه اسمها مايوباثي. مايوباثي، مايوباثي يعني مشاكل في العضلات.
وده يستطرقني لحاجة جميلة جدا. دكتور عندنا اسمه استاذ دكتور احمد راغب، هو موجود هنا وهو بيسافر امريكا بصفة مستمرة سنويا ويجي لنا، فبيجي يحكي لنا على اللي بيحصل هناك. فطبعا كلنا عارفين الاي في اف اللي هو الانترا او فيرتلايزيشن، ان فيترو فيرتلايزيشن، اللي هو بتجيب اوفم وانت تحقنها بالسبرم وانت اللي تعمل الفيرتلايزيشن عشان تكون الزايجوت، وبتكون كذا زايجوت وبتروح انت حقنهم عامل لهم امبلانتيشن في اليوترس عشان على اساس ان واحد منهم ممكن يموت او حاجه، وده بيدي فرصه اكتر ان يجي التوينز. يعني عشان كده في توينز كتير في الدول اللي معتمده على الاي بي اف. طبعا عندنا هنا مفيش البنوك الانسجه المشيجيه اللي هو بنوك السبرم، فهو احيانا بيسمح ببنوك السبرم، واحنا قايلين الزايجوت خدناها في الاسكس، والسبرم من الحاجات اللي من حقك تعمل تبرع بيهم دونيشن، وقلنا الحاجات ايه اللي تتباع وايه اللي ما تتباعش في الاسكس. ولكن هو فكرته هنا في حاجه غريبه جدا، بيقول لك جم يعملوا اي في اف الام عندها دوشين او بيكر عندها مشكله مايوبس يعني، فخدوا الاوفم من الام. شوف المزاج بقى كيف، خدوا الاوفم من الام بس الاوفم دي فيها مشكله ان الميتوكوند اللي جواها بايظه ما فيها مايوباثي، وشالوا منها الميتوكوندريا وحطوا لها ميتوكوندريا من ام تانية، ثم دخلوا السبرم من الاب. انا مش بتكلم في حلال وعلى حرام بس عشان بس ما حدش يقول لي طب هو ده حلال هو ده حرام بس، وازم انا عارف الشات هيتقال ايه. لا طب والله الشات مؤدب، انا دايما لما بشرح الحته دي اسمع الشات يقول وده ابن مين بقى ان شاء الله، وده ابن مين بقى، ابن الام دي ولا ابن الام دي ولا... انا مش بتكلم في كده، انا بشوف نشوف هم عملوا ايه. شالوا الميتوكوندري عشان هي فيها الايه المايوباسيس، صح ولا لا؟ وحطوا ميتوكوندريا سليمه من ام ثانيه وثم حطوا السبير. انا كل المعلومه دي بفهمها لك ليه؟ عشان تعرف ان الميتوكوندريا دي ان ايه ماتيرنال وبيحمل المايوباثي. ماتيرنال انهيرتنت بقى هنشرحها في الجيناتك بالتفصيل، ولكن سؤالي البدائي البسيط عشان لغايه لما اقولها في الجيناتك تبقى فاهم، هل المرض ده الام هتنقله لابنائها الذكور ام الاناث؟ الام هتنقله لابنائها الذكور ام الاناث؟ انا مش بتكلم على الدوشين والبيكر بالتحديد، انا بتكلم على الامراض اللي بتتحمل على الميتوكوندريا، هتنقلها للذكور ولا الاناث؟ غلط. الاثنين، اللي قال الاثنين هو اللي صح، احمد هدايه صح، كريم صح. اللي قال ميلز اونلي ده بيتكلم على ده، فاهم اني بتكلم على الاكس لينكد، بتكلم على الاكس لينك، انا مش بتكلم على الاكس لينكد، انا مش بتكلم على الاكس لينكد، انا بتكلم على شايل في الميتوكوندريا. كلنا هناخد الميتوكوندريا من امنا، سواء احنا رجاله او ستات، اوعوا تكونوا فاكرين عشان انا قلت هتاخدها من امك يبقى انا بكلم ولد، وحضرتك هتاخديها من مامتك. يبقى الرجاله والستات كلنا بناخد الميتوكوندريا من الام، فهيتنقل هذا المرض للاثنين ميلز اند فيميلز. حلو قوي كده على الميتوكوندريا دي ان ايه؟ اديني عليه التمام، ادوني عليه التمام لوحده، ادوني عليه فيري فيري هاي ييلد كونسبت الميتوكوندريا دي ان ايه؟ very very high yield concept. الشاي يا دكاتره، الطالب اللي بيقعد معايا والشاي بتاعه ما فيهوش النعناع كده طالع يبقى ما بيشربش شاي، يبقى ما بيسمعش شرح برضه. الله يعني السعاده تكمن في كوبايه شاي بالنعناع، غير كده كلها شكليات. شفت راحه البال يا ابني؟ انا مش هاخد الدي ان اي سينسز اور ريبليكيشن عشان ده هيجي له مكان المره الجايه
عشان ده مش هيلحق يخلص دلوقتي، فيبقى حرام اكون بضيع فيه وقت. ولكن هاخد حاجه هقفل بيها اسمها الكاركترز اوف جيناتيك كود. كاركترز اوف جيناتيك كود. طب بص معايا بقى، المره الجايه هاخد الريبليكيشن والترانسليشن ان شاء الله اللي هي حصه يوم الاحد. انا بشرح حاجات ليها علاقه باليو اس ام اي. اه اللي بشرحه ده ليه علاقه باليو اس ام اي. مشروح في كابلن؟ اه مشروح في كابلن. طب احنا هنشتغل منين؟ هشتغل من ده زائد كابلن زائد فيرست ايد. كابلن زائد فيرست ايد ده السورس بتاعي اللي هيكون منه بي دي افات. حصه المره دي وحصه المره الجايه ده اساس. ما حضرتش المره دي ولا المره الجايه ما تكملش معايا بايو، البرانش ضاع منك، اسمعهم واحضر. ما سمعتهمش وما حضرتش يبقى البايو ارميه وادخل على البرانش اللي بعده، استنى من البرانش اللي بعده، ده الاساس اللي برميه. طيب معلش بقى، دي هحتاج مشاركه منكم جامد. المفروض ان في كود، وهذا الكود بيبقى موجود على الام ار ان اي. الام ار ان اي بيحمل الكود اللي بيجي بعديها يمسك التي ار ان اي ويجيب الامينو اسيد وبنكون وبنصنع البروتين. ولكن البروتين ده عباره عن تتابع من الامينو اسيدز، مثلا ارجينين لايسين جوانين ايا كان التتابع. ولكن التتابع ده على اي شيء اتحدد؟ على حسب الكود اللي موجود. فكل ثلاث حروف، كل ثلاث حروف بيبقوا كود بيديني امينو اسيد، بيبقوا كود بيديني امينو اسيد وجيناتيك كود. كل ثلاث حروف يكونوا كود. طب هو انا عندي كم نيوكليوتايد اقدر اصنع منهم الار ان اي؟ ردوا عليا، عندي كم نيوكليوتايد اقدر اصنع منهم الار ان اي؟ يا ولا يعني التي ار ان اي استثناء، يعني ما تقعدش بقى تجيبني، يعني التي ار ان اي ده استثناء بس بتكلم في العادي في الام ار ان اي. ادينين، جوانين، سايمين. سايمين، في سايمين؟ ما فيش سايمين. ادينين، جوانين، سيتوزين، يوراسين، اربعه. وعندي الخانه واحده فيها كام؟ ثلاثه. يبقى عندي كام احتمال؟ ها؟ اربعه اس ثلاثه. ما انا عندي اربع حاجات ممكن اعمل بيهم احتمالات. يبقى اربعه اس ثلاثه بكام؟ يبقى عندي 64 بوسيبل كودر. لا مش 4 في 3 يا بيه، 4 في 4 في 4، 4 في 4 ب 16، 16 في 4 ب 64. ماشي؟ ليه؟ لان ممكن اغير تتابعاتهم الاول من الثاني والثالث. انا عايزك تفهم تقرا الجدول ده ازاي. هو الجدول ده حفظ؟ لا. طب والمسائل اللي جت من الجدول ده جاب للطلبه الجدول، هيجيب لك الجدول معاها. الجدول مش حفظ، الجدول مش حفظ، بس تفهم تقراه ازاي. انت بتقول لي الكود ده يا دكتور ثلاث حروف وليكن سي جي اي. سي جي اي ثلاث حروف. انا عايز اعرف الثلاث حروف دول هيدوني ايه. اروح جايب السي، السي ده اول حرف، ابص هنا يبقى ده السي. يبقى انا في المربع ده كله بختار منه كل اللي قدام السي ده. طيب تاني حرف الجي، يبقى اروح جايب الجي اهو سكند بوزيشن الجي. يبقى اخد تقاطع ده مع ده، يبقى انا في المربع ده بالتحديد اهو. طب اخر حرف الاي، اروح شايف الاي فين؟ في ثالث بوزيشن اهو، الايه هنا اهو، يبقى انا في ده. يبقى هكون ارجينين. يبقى هكون ايه؟ ارجينين. انا عارف ان الناس لسه ما فهمتهاش، فهسال اسئله تاني وانتوا تقولوا لي ده بيكون ايه. هكتب حروف هنا وانتوا تقولوا لي الحروف دي هتكون ايه. خلاص يو سي اي، يو سي اي يساوي. يلا وروني، وروني الشغل على الشات. الناس نامت ولا ايه؟ اخر حاجه هقولها جيناتيك كود واقفل، فتمزجوا معايا بقى، اتمزجوا معايا. اخر حاجه هقولها واقفل. يو سي اي
يساوي هاي يا جماعه كله يرد ما فهمتش دي مش هتفهم النقطه اللي بعدها يساوي سيرين جبتها ازاي يا دكتور اهو ادي اليو يبقى انا في المربع ده كله يبقى انا في المربع ده كله كل ده ادي السي يبقى انا في الحته دي يو مع السي ادي الاي يبقى انا امشي في الاي 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 يبقى هلاقي ده يبقى سيرين طب يلا تاني يلا تاني A U G على فكره ده للحفظ بقى A U G يا جماعه ما فيش الا اتنين بيردوا عليا يا جماعه ده ما ينفعش حرام عليكم بعد التعب ده كله A U G ايوه كده ايه اهو يو يبقى هنا جي اخر واحد يبقى ميسونين يبقى هيديني ميسونين وده اسمه ستارت كودون او انيشيشن كودون وده للحفظ يا دكاتره اسمه ابدا واديني ميسونين ابدا واديني ميسونين انا حافظتها بقى كده اي يو جي ابدا واديني ميسونين وده لازم تحفظه اي يو جي ده ستارت كودون انيشيشن كودون كودون البدء هو اللي معناها هبدا عنده تصنيع البروتين ليه ما هو الام ار ان ايه طويل جدا الله عليك يا تركو لما جه شرح الحته دي رسم حاجه غريبه جدا والناس بقى ما كانتش فاهمه قال لهم اذا كان ده شكل الدي ان ايه فانا لما اجي اصنع منه ار ان ايه بيصنع كميه قد كده والار ان ايه ده لما باجي اصنع منه بروتين البروتين بيبقى قد كده طب انهي حته من دول اللي هتصنعني انهي حته من دول اعرف منين من كودون البدء اي يو جي ابدا من هنا التصنيع واديني ميسونين ابدا واديني ميسونين طب يلا يلا كملوا معايا يو جي اي وده للحفظ برضو أربع كودونات هتحفظهم U G A الله U G A ستوب ستوب كودون يبقى ده كودون الوقف أنا ببدأ من الـ A U G وأفضل شغال أصنع 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 لغاية كودون الوقف اللي هو U G A طب بص معايا طيب U A G U A G برضو ستوب كودون طب بص معايا U A A الثلاثة دول اسمهم ستوب كودون للحفظ على فكرة قال ايه بقى عاملين لك تحشيشتين للحفظ والله العظيم يعني تحشيش ملهاش لازم يقول لك ايه بقى يونيفرستي معرفش كذا اوف كذا ويونيفرستي ثلاث جامعات عندهم هناك وبقى يقول لك ايه يو جانا واي يو ار جان يو ار اواي عشان تحفظهم برضه تحشيشه ملهاش لازم احنا كده اهو يو جي اي اعكس يو اي جي جي اي اعكسها بقت اي جي وبعدين يو اي اي الثلاثه دول للحفظ الثلاثه دول اسمهم ستوب كودون الثلاثه دول اسمهم ستوب كودون طب ايه اسال مره للطلبه سؤال جميل جدا ده بقى يبين انت فاهم ولا لا قال لهم احنا عندنا كم كودون يقدر يدي امينو اسيد يلا رد عليا عندك كم كودون يقدر يدي امينو اسيد هو انت عندك كم كودون في الاصل 64 هتشيل منهم الثلاثة اللي ستوب كودون يبقى كم كودون يقدر يدي امينو اسيد 61 كلهم ما عدا الستوب اوعى تقول 60 في ناس بتقول لي وعدا الانيشيشن يا بابا لا الانيشيشن بدا وادى ميسونين الانيشيشن بدا وادى ميسونين يبقى كلهم ما عدا
الاستوب يبقى 64 ناقص 3 اللي هم 61. هخلص بقى اخر حاجه، ايه هي الكاركتر بتاع الكودون ده؟ الكودون ده ليه خصائص فيري فيري هاي ييلد. تعرف الكاركترز دي؟ الكاركترز دي انا مجمعها في كلمه كده تحشيشه بالعربي، اكتبها معايا بقى هنا كده عشان تحفظ بيها. اكتب بقى الاخلاص والخيانه روايه عالميه. الاخلاص والخيانه روايه عالميه. اخلاص والخيانه روايه عالميه. طب دي بقى عايزه واحد ايه مقطع السمكه وديلها زي ما بيقولوا، يدخل معايا نفهم الكاركترز دول مع بعض. طب نشوف مين هنا، اي حد يدخل معايا يا جماعه. طيب احمد هدايه ادخل معايا. احمد الجيناتيك كود مخلص للامينو اسيد. يعني ايه؟ يعني كل يوم هنصحى الصبح نلاقي الاي يو جي ما بيديش الا ميثيونين، ومثلا اليو سي ال قلنا مثلا بيدي سيرين هيدي سيرين، واللي بيدي جلايسين هيدي جلايسين، واللي بيدي الانين هيدي الانين. مش هنصحى الصبح نلاقي اللي بيدي سيرين يقول لك لا انا نفسي النهارده امشي مع الالانين، لا انا نمشي النهارده امشي مع الفالين، لا هيفضل مخلص للامينو اسيد. اقولها لك بالانجليزي وبعدين هقولها بالعربي على راي دكتور ناجي بلغتنا العربيه. نقولها بالانجليزي. اتش امينو اسيد از كودد باي سبيسيفيك كودون. يعني كل كودون جيف سبيسيفيك امينو اسيد، ما يديش غيره. اللي هيدي سيرين هيدي سيرين، اللي هيدي ارجين ما عمره هيصحى الصبح يدي حاجه غيرها. اقولها بالعربي بقى، لقد كان الكودون مخلصا للامينو اسيد. عمره ما في حياته عرف حد غير الامينو اسيد ده. هي عمرها في حياتها ما عرفت حد غير الامينو اسيد ده. معقوله تصحى الصبح تدي حاجه غير الميثيونين الاي يو جي؟ عمره ما عرفش غير الميثيونين، مخلص للميثيونين. والاخلاص ده على مستوى الاستوب، يعني اللي بيدي ستوب هيفضل طول عمره بيدي ستوب. اليو اي اي اليو اي جي اليو جي اي واللي اي يو جي الانيشيشن هيفضل طول عمره انيشيشن. فكل كودون سبيسيفيك للامينو اسيد. يبقى مخلص ولا مش مخلص يا احمد؟ مخلص. مخلص يا واد. ايوه بقى شوف الواد لقط معايا الكلام اهو. طب بص معايا يا احمد كده، هل بقى الامينو اسيد مخلص للكودون؟ يعني هل السيرين عمره ما عرف في حياته غير اليو سي اي؟ لا. بص معايا كده، اليو سي اي يدي سيرين. طب اليو سي يو؟ سيرين. اليو سي سي؟ سيرين. اليو سي جي؟ سيرين. طب اسمع اسمع كمل معايا، الاي جي يو سيرين، الاي سي الاي جي سي سيرين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله على الكلمه، شو سامعك يا احمد وانت بتقول ده؟ السيرين طول عمره الكود طول عمره مخلص للسيرين، لكن السيرين مدورها مع كذا كودون. الله عليك الله عليك على الاكسبريشن بتاعك. شوف بيقول لك ايه، مدورها مع كذا. الواد ما قالش حاجه، ما تظلموش، انا اللي بقول. يبقى صح يا احمد؟ شوف صايع ازاي؟ ها؟ ماشي مع كام كودون؟ ستة كودون. ماشي مع ستة اهو، ستة ستة برنس. طب اسمع بقى بالعربي بقى، لقد كان الكودون مخلصا للامينو اسيد، ولم يكن الامينو اسيد على نفس القدر من الخلل. خان الكودون. خان الكودون. بس ايه، شوف اللعب بقى والحرفنه يا ولد. انا عجبني الكودون ده في حاجه، انا الكودون ده تولع سيجاره كده وتسقف له يا ولد. ليه بقى يا احمد؟ هو صايع مع ستة كودون بس مقنع كل كودون ان هو ايه؟ ان هو بتاعه لوحده. ان هو بتاعه لوحده فمخلص له. شفت الولد ماشي؟ يعني هو الحلاوه في كده، الصياعه في كده. طب ما انت ممكن تمشي مع اتنين وتتفقس، لكن الصياعه ده ماشي مع ستة والستة مخلصين له ما بيكلموش غيره. شوف شوف ولد ولد. لقد كان الكودون
مخلصا للامانه. عشان كده ما يسموهوش خيانه، يسموه ديجينيرسي. شوف الديجينيرسي ده لفظ اوقح من الخيانه، يعني كده تحس ان هو لما تيجي تدور على الكلام بتاعه ديجينيرسي يعني لفظ يعني سبيسيفيك، لقد كان الكودون مخلصا للامينو اسيد. لكن الامينو اسيد ماشي مع كذا كودون وبنسميهم ايه؟ سينموم كودون، يعني كذا كودون كلهم في الاخر هيدوا نفس الايه؟ الامينو اسيد، كلهم في الاخر هيدوا نفس الايه؟ الامينو اسيد. الاخلاص والخيانه. انت خدت بالك ان ايه البنات اعلى تعمل ليف ليف للميتنج؟ ما عجبهمش الكلام هو دايما بقى هتلاقي البنات جايبه كاتبه جنب السبيسيفيك البنت المخلصه، وجنب الديجينيراسي الولد الخائن. وعنه والله العظيم عادي جدا بنشوف دلوقتي سكورات، يعني سكورات في البنات عادي جدا. تمام، فريند زون يا ولد، فريند زون، ادخل في الفريند زون. رواية عالمية. عالمية دي بقى يعني ايه؟ يونيفرسال. يعني ايه يونيفرسال؟ يعني نفس الكلام اللي هيحصل في الليفر هو اللي هيحصل في الكدني. يعني هيدي ميسونين في الليفر، هيدي ميسونين في الكدني، هيدي ميسونين في البرين، هيدي ميسونين في الميتوكوندريا، هيدي ميسونين في النيوكليوس، هيدي ميسونين. الكودون ده يونيفرسال. اسمع التقيلة بقى، هيدي في البني ادمين، هيدي في الحيوانات، هيدي في البني ادمين، هيدي في الحيوانات، هيدي في البكتيريا. يبقى هذه الكودونات يونيفرسال، ربنا عملها. وده يدل على ايه؟ وحدانيه الخالق. اللي خلق ده هو اللي خلق ده هو اللي خلق ده. ما تقوليش انت بقى اللي زرعت النبات واللي انت خلقت نفسك وبتاع، ده خلقك بنفس الكودون. فنفس الكودون اللي هيدي ميسونين عندي هيدي عند الحمار ميسونين، هيدي عند البني ادم عند البكتيريا ميسونين. يونيفرسال، يونيفرسال في الاورجانيزم كله. الاخلاص والخيانه روايه عالميه. باقي كلمه روايه، روايه يعني ايه؟ يعني قراءه، صح ولا لا؟ يبقى ريدنج فريم. انا ببدا التصنيع منين؟ انا عندي ام ار ان اي كبير، انا ببدا منين؟ يعني انا عندي الام ار ان اي كل ده، اخد دول ولا اخد دول ولا اخد دول؟ ببدا منين؟ من الستارتنج كودون، الانيشيشن كودون او الستارتنج كودون اللي هو اسمه ايه؟ اي او جي. طب ووقف فين؟ عند الستوب كودون اللي هم مين؟ يو جي اي، يو اي جي، يو اي يو اي. ممتاز جدا، ممتاز جدا، ممتاز جدا. كله يديني التمام، كله يديني التمام التمام على الاربع خصائص دول، كله يديني تمام التمام على الاربع خصائص دول. الاخلاص والخيانه، روايه عالميه. لقد كان ماشي. الميتوكوندريا فيها شويه اكسبشن، كلام الدكتور صح. الميتوكوندريا فيها شويه اكسبشن. ليه يا دكاتره؟ انا مش عايز بس اتوه الناس يا دكتور مامون، صح كلامك صح. لان الميتوكوندريا لما بتيجي تقرا بتقرا في اربعه كودون بيختلفوا عن السيتوبلازميك، في اكسبشن في اربعه كودون. تمام، بس مش عايز اتوه الناس. بس الاخلاص والخيانه روايه عالميه. لقد كان الكودون مخلصا للامينو اسيد، ولم يكن الامينو اسيد على نفس القدر من الاخلاص، كان ماشي مع كذا كودون، سينمو كودون. روايه عالميه. عالميه يبقى الكلام ده يونيفرسال في كل الاورجانيزم، في كل البني ادم، في كل الكائنات. روايه ريدنج فريم، يعني ببدا من الاي يو جي وبنتهي بالستوب كودون يو جي اي، يو اي اي، يو اي جي، يو اي جي، يو جي اي، يو اي اي. خلاص يا دكاتره، هقول حاجه بس واقفل في الراس على السبوره هنا. انا نسيت خالص يا دكتور، في دكتور بس عشان الاسامي انا نسيت خالص، بس انا تذكرت الان ان احد اللي قاعدين معانا ربنا يجازيه خير طبعا فوقنا في العلم في البايوكيمستري، فاتمنى ما اكونش لخبطت. يعني هو مدرس مساعد بايوكيمستري، فاتمنى ما اكونش عكيت. يعني هو كده بيني وبينه بعد المحاضرة يقول لي كده ان شاء الله المحاضرة توتال ما فيهاش عك. يعني برضو احنا برضو بنجتهد في كل حتة، فيعني برضو اتمنى ما يكونش فيه عك. هقول بقى حاجة واقفل عندها، ودي اللي هبدأ بيها محاضرة المرة القادمة. معلش عايز حد يدخل معايا فيها، وليكن ادخل معايا عبد الرحمن.
انا عندي الدي ان ايه عبد الرحمن، عندي دي ان ايه، عندي دي ان ايه. هذا الدي ان ايه ممكن اصنع منه دي ان ايه، صح ولا لا؟ وممكن من الدي ان ايه ده اصنع منه ار ان ايه، صح ولا لا؟ ومن الار ان ايه، مش من الدي ان ايه، من الار ان ايه ده اقدر اصنع بروتين، اقدر اصنع بروتين. طب واحده واحده بقى نعرف اسامي العمليات دي عشان دي اللي هنبدا بيها المره الجايه. من الدي ان ايه اصنع دي ان ايه، اسمي هذه العمليه ريبليكيشن. ريبليكيشن يعني ايه ريبليكيشن؟ ريبليكيشن يعني الانقسام، وانا اقصد هنا انقسام الدي ان ايه. ريبليكيشن. طيب حلو جدا. من الدي ان ايه عشان اصنع ار ان ايه، ار ان ايه اسمي هذه العمليه ترانسكريبشن، اسمي هذه العمليه ترانسكريبشن، ترانسكريبشن. طيب من الار ان ايه عشان اصنع بروتين، من الار ان ايه عشان اصنع بروتين اسمي هذه العمليه، اسمي هذه العمليه ترانسليشن، اسمي هذه العمليه ترانسليشن. يبقى من الدي ان ايه اقدر اصنع دي ان ايه اسمها ترانسكريبشن ريبليكيشن. من الدي ان ايه اقدر اصنع ار ان ايه اسمي هذه العمليه ترانسكريبشن. من الار ان ايه اقدر اصنع بروتين اسمي هذه العمليه ترانسليشن. الرسمه اللي انا بشرحها دي بيقولوا عليها دايما علماء البايوكيمستري سنترال دوجما. ايه ده في ناس بتقول معايا الله اكبر عليك، اسمها سنترال دوجما. يعني ايه سنترال دوجما؟ وطبعا شرحها تركو. تركو ده يا جماعه عشان بس عندي ساعات تقول لي انت بتقول تركو تركو تركو، مين تركو ده؟ تركو ده اللي شرح كابلن 2014، شرح كابلن 2014. وهناخد حاجات كتير من اللي قالها لازم نقولها ونركز عليها، لان هو الصراحه ابدع يعني في شرح البايوكيمستري. يبقى دي اسمها السنترال دوجما اللي هي بتقول ايه بقى؟ من الدي ان ايه اصنع دي ان ايه اسمها ريبليكيشن، من الدي ان ايه اصنع ار ان ايه اسميها ترانسليشن، من ار ان ايه اصنع بروتين اسميها ترانسكريبشن، معلش من الدي ان ايه اصنع ار ان ايه اسمها ترانسكريبشن، من الار ان ايه اصنع بروتين اسميها ترانسليشن. الثلاث عمليات دول هشرحهم المره الجايه يوم الاحد، الثلاث عمليات دول هشرحهم المره القادمه يوم الاحد. اللي ما حضرش المره دي وما حضرش يوم الاحد ما فهمش حاجه في البايو ومش هيفهم حاجه في البايو. معلش يا دكاتره ادوني تمام التمام على المحاضره كلها، من اول النيوكليوتايد وبيكون ايه، نيوكليوزايد زائد فوسفيت، نيوكليوزايد يساوي نيتروجين بيز زائد سكر خماسي، وانواع البيورين وانواع البايرميدين. ادوني تمام على السايكليك ام بي ازاي يتصنع وازاي يشتغل. ادوني تمام ازاي النيوكليوتايد مسكت في بعضها نيتروجين بيز. ادوني تمام على وصف النيوكليك اسيد برايمري ستراكشر، لما بصيت عليه لقيته بيتكون من ايه، بعدت شويه لقيته بيتكون من ايه، لفتهم على بعض لقيتهم بيتكونوا من ايه. ادوني تمام على ازاي عملت باكينج وازاي كونت الاوكتمر والهيستون ولفيته عليه وكونت النيوكليوزوم، وازاي عملت باكينج للدي ان ايه، وان اللينكر دي ان ايه او الدي ان ايه اللينكر دي ان ايه ارتبط بهيستون رقم واحد عشان يكون يحول ال10 نانو ل30 نانو. ادوني تمام على الكودون وعرفتوا تقروا الجدول ازاي، ازاي عرفتوا تقروا الجدول وازاي عرفتوا تطلعوا جينات الكود وخصائصه الاربعه الاخلاص والخيانه روايه عالميه. ادوني تمام على السنترال دوجما ان الدي ان ايه بيصنع دي ان ايه يبقى ريبليكيشن، الدي ان ايه بيصنع ار ان ايه اسمها ترانسكريبشن، الار ان ايه بيصنع بروتين اسمه ترانسليشن. ومعلش في حصص البايو هنزود حاجه ما كناش بنعملها قبل كده، انا كنت بخلي الاسئله في وسط الحصه واسال براحتك. أنا عايز بقى خمس دقايق للي عنده سؤال. أي حد عنده سؤال أو حتة مش واضحة نوضحها. وبعد كده
تتوكلوا على الله. ومعدنا اليوم الأحد القادم إن شاء الله في تاني محاضرات البايو كيمستري أو الآخر محاضرة بيزك. آخر محاضرة بيزك، والبيزك ده مهم جدا يا جماعة. البيزك ده في ناس بتقول لي أنت بتشرح حاجات لا موجودة في، لا موجودة في كابل، لأن أنا نقيت من البيزك. أنا قاعد أقول لك عديلي دي عديلي دي مش عايزها، أنا نقيت الحاجات اللي أحتاجها وأقدر أبني عليها اليوسمي. الدنيا تمام التمام، تمام التمام على المحاضرة كلها. يا أولاد الذين حد يرد، يا أولاد الذين عشان التعب ده حد يرد، يا أولاد الذين. طب تمام. حد عايز حاجة مني قبل ما امشي؟ احنا قدمنا البايوكيمستري يا دكاترة عشان بعضكم طلب كده، وعشان في خلاص ناس حجزت امتحان وكان نفسهم البايوكيمستري يفهموه، فقالوا يا رب يعني اقدر اوصله لكم، ويا رب اكون قدرت افهمكم محاضرة النهاردة. شاكر جدا ليكم يا دكاترة كلكم على راسي من فوق، دمتم في رعاية الله. حد عايز حاجة مني قبل ما امشي؟ حد عايز حاجة مني قبل ما امشي؟ الاحد على حسب، لو فضلنا مخلينها برضو فاتحينها للناس كلها تبقى الساعة 7، لكن لو رجعناها بقى خلاص لموعدنا الاساسية، فموعدنا الاساسية بتبقى احد وخميس الساعة 5. خلاص هنثبت المواعيد عشان ما يحصلش اللخبطة اللي حصلت في الجي اي تي، انا بسبب ان انا لخبطت لكم المواعيد. الحد والخميس الساعة 5 هيتثبتوا، ويوم الثلاث لاما نحتاجها في حل، لاما لو اتزنقت في الشرح هحتاجها شرح برضو، تبقى الساعة 5 برضه. الأساس حد وخميس الساعة 5، الثلاث دي بقى حسب احتاجناها ولا لا. احتاجناها شرح بناخدها شرح، احتاجناها مراجعة بناخدها مراجعة، احتاجناها حل بناخدها حل، ما احتاجناهاش خالص بنأجزها عادي. الجزء ده هيتذاكر منين؟ هيتذاكر من البي دي اف ده. الجزء احنا هنشرح منين بعد كده هنذاكر من، يا جماعة ده في ناس واضح انها جديد لسه. احنا بنشرح منين؟ البايوكيمستري بالذات البرانشات الثانيه هتلاقيك ماشي حاجات الفيرست ايد بصورها وبحط زياداتي، فانت بتذاكر من البي دي اف. لا اما بقى تزود الزيادات دي على الفيرست ايد عندك، لا اما تزود الزيادات دي على الفيرست ايد عندك، لا اما بتحط بتذاكر من البي دي اف وتعلم منه. اما في البايوكيمستري فانا شرحي من قصر عيني، كتاب القصر العيني، كابلن، فيرست ايد، يو وورلد، الاربعه دول اللي هيبقوا السورس بتاعي. فمذاكرتك معلش في البايوكيمستري زي الاسكس كده، خليها كلها من البي دي اف، خليها كلها من البي دي اف معلش، لانك الفيرست ايد ضعيف جدا جدا، داخل على المواضيع على طول طخ 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 طخ، مش ضعيف هو قوي، تقدر لو ذاكرته تلم، بس هو داخل على الموضوع كانك فاهمه. هتبقى الكل او لا هنشوف يا دكاتره. هو المفروض ان المحاضره بس النهارده للكل والباقي بعد كده للمشتركين، بس هحاول حاضر نخلي المحاضره الجايه برضو للكل. حاضر، دمتم في رعايه الله يا دكاتره، شاكر جدا ليكم، ربنا يحفظكم. حد عايز حاجه مني قبل ما امشي؟ لا دكتور عايزك لوحدي كده تقول لي رايك في المحاضره، طبعا على راسك من فوق ده انت استاذنا في البايوكيمستري، بس تقول لي رايك، هل اخطات اخطاء علميه او لا. شكرا ليكم.